بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. واستوديو تحليلي جديد لمباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري العام الممتاز. ماتش النهاردة من الماتشات الصعبة جدا، بس قبل ما ندخل في نتكلم عن مباراة النهاردة، طبعا فاكرين آخر مبارتين حضراتكم لما النادي الأهلي تعادل في مباراة مع البنك الأهلي 1-1، والمباراة اللي بعدها كسبنا الإنتاج الحربي في الدقائق الأخيرة 3-2. فماتشات النهاردة أو ماتش النهاردة والماتشات اللي الناس فاكرها أنها سهلة أو بتستسهلها، لا، أنا عايز أقول لكم حاجة، الماتشات دي صعبة جدا جدا جدا، وخصوصا لما بتيجي في نهاية الموسم أو في نهاية الأمطار الأخيرة. الأمطار الأخيرة دي كله بيستبسل ويقاتل، والنقطة بالنسبة له مسألة حياة أو موت. يعني الماتشات دي مع الفرق دي بتفكرني، كان في فيلم زمان اسمه فيلم الارض، كان الفنان محمود المليجي اسمه محمد ابو سويلم. محمد ابو سويلم ده كان ماسك في الارض بايده واسنانه علشان ما يسيبهاش. اي الفرق دي بتعمل معاك كده. الفرق دي من اصعب الماتشات اللي انت تلعبها الفتره ديت، هي الفتره دي ماتشات محمد ابو سويلم، ماتشات الفرق اللي هتمسك في رقبتك عشان تاخد نقطه، لان النقطه بالنسبه لها مساله حياه او موت. النقطة بالنسبة لها ممكن تقعدها. النقطة بالنسبة لها بين حتى الانتاج الحربي اللي هو آخر فرقة في الدوري، ما زال عنده الأمل لحد دلوقتي، ما زال عنده الأمل إن هو يقعد في الدوري الممتاز. فالفرق دي ماتشاتها أكتر صعوبة من الفرق اللي هي بتتوسط الجدول، أو الفرق اللي بتلعب على تحسين المراكز. هي بتلعب على تحسين المراكز بس، فمش فارقة معاها قوي إنها أولا هي ضمنت البقاء، فبتلعب للشهرة، بتلعب لتحسين مركز. انما دول بيلعبوا ضد النادي الاهلي، وبيلعبوا كمان علشان يقعدوا في الدوري الممتاز، لان موقفهم صعب جدا. الناس تتخيل ان الاربع ماتشات اللي ورا بعض مع الاربع فرق اللي تحت ده هديه. لا، دي مش هديه، مش هديه. ده انا مش عايز اقول كمين، لان ده كان بالاتفاق عادي، مفيش مشكله. دي ده ترتيب ماتشات، انما الماتشات دي في منتهى الصعوبه، في منتهى الصعوبه، واحنا جربناها واحنا لعيبه قبل كده. الفرقه دي املها فيك في نقطه تاخدها منك، في مكسب تاخده، تقفل معاك وتحاول تخطف جول. فالماتشات صعبه جدا جدا جدا، مش زي ما ناس كتير متخيله ان الماتشات دي سهله. وشفنا في ماتش البنك الاهلي، وشفنا في ماتش الانتاج، ممكن يكون في بعض الاخطاء، طبعا اكيد الاخطاء موجوده، انما الماتشات دي في منتهى الصعوبه. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي باذن الله النهارده يوفق لاعبوه ويكسبوا الثلاث نقاط. كان في بيان النهارده صدر من قناه اون تايم سبورت وقناه الاهلي وقناه الزمالك. البيان المشترك بيقول: لوحظ في الفتره الاخيره قيام بعض الافراد بمحاولات مغرضه على مواقع التواصل الاجتماعي لإشعال نيران التعصب بين ناديي الأهلي والزمالك، وإفساد الموسم الكروي الناجح، والزج بالكرة المصرية وأنديتها لنفق مظلم. وإزاء هذه التصرفات المشينة، نؤكد أننا نسعى دائما لتقديم إعلام هادف وراق يخدم الرياضة المصرية ويصب في مصلحتها تماشيا مع الميثاق الإعلامي، وبعيد تمام البعد عن الإثارة والفتنة، وداعما لكل أركان المنظومة الرياضية، باحثا عن استقرار المسابقات واستكمالها بدون مشاكل وفق الخطة الموضوعة من الاتحاد لتقديم مسابقات قوية يغلفها الندية والحيادية والتكافؤ وتخدم المنتخبات الوطنية. ونؤكد أننا سنواصل العمل بهذه المنهجية، غير مهتمين بمثل هذه المحاولات الفردية لتعكير صفو الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. وسنبقى دائما حريصون على دعم علاقات الود والاحترام بين جميع الأندية، وكذا علاقاتهم مع الاتحادات واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، وفي ذات الوقت داعمين لمزيد من التنافس الرياضي القوي الهادف لمصلحة الكرة المصرية بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام. انتهى البيان. طبعا كل مشاهدي قناة الأهلي عارفين إن هنا في قناة النادي الأهلي أو في قناة الأهلي بنعمل وفق أسس ومعايير، وأبداً لا نسيء لأحد، أبداً لا نسيء لأحد. تعودنا
حتى لما بيكون في رأي ورأي محايد نخلي رأي محايد يتكلم. حتى في الاستوديو التحليلي حضراتكم لو تلاحظوا في بعض الاستوديوهات بننتقد إذا كان في أخطاء أداء لاعبي النادي الأهلي، بننتقد أحيانا مستر موسيماني لما بنشوف خطأ، بس لازم ندعمهم. يعني إحنا بننتقد ولكن لينا أسلوب في الانتقاد أو في النقد، لينا أسلوب إن أنا بنتقد شيء معين أنا شفته بعلق عليه، دي وجهة نظري أو وجهة نظر الضيوف، ممكن تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، ولكن بنقول رأينا، إنما في نفس الوقت بدون تجريح لحد. وما ننساش إن دي قناة الأهلي وداعمين دايما للنادي الأهلي في جميع الألعاب، داعمين للمنظومة كلها، داعمين لمجلس إدارة النادي الأهلي، داعمين لجميع الأجهزة الفنية، داعمين لجميع اللاعبين. أنا إذا كنت بنتقد أو ضيوف إذا كانوا بينتقدوا، إنما ما بنجلتش، ما بنتباحش، لا، أنا واجبي هنا إن أنا أقف ورا النادي الأهلي، أدعم النادي الأهلي، ده واجبي. وفي نفس الوقت لما بنكون على خلاف مع حد أو حد حتى غلط فينا، إحنا ما بنسيبش حق النادي الأهلي، إنما لما نيجي نرد بنرد بكل احترام وكل أدب، ما بنغلطش في حد خالص، ما بنغلطش في حد خالص زي ناس تانية. إحنا لا، إحنا لينا منهج ما بنحكش عنه في قناة النادي الأهلي. يمكن يوم الاثنين اللي فات اتفرجت على مقدمة رائعة للكابتن إسلام الشاطر في برنامجه البيت الكبير. الكابتن إسلام اتكلم كلام كويس قوي عن حتة الطمع بالبطولات، إن بعض الأصدقاء، وعلى فكرة احنا كلنا بدون استثناء لينا أصدقاء من جميع الأندية، لينا أصدقاء زملكاوية وبنقعد نهزر ونضحك مع بعض، واحنا شفنا في المنتخب الأولمبي هيجي كلام عليه في الآخر، ولكن اللي أنا عايز أقوله إن الصداقة دي برغم ميولنا المختلفة احنا بنعتز بيها وما بنغلطش في حد، بالعكس. يعني ساعات يقول لك أنت يعني بتهزر معاه، بتديله كلمة زيادة ولا حاجة، لما الأهل يكسب، لما الأهل ياخد بطولة ولا حاجة، ولكن بيننا وبين بعض العلاقة متينة جدا 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 جدا، وما زالت حتى الآن علاقتنا بلعيبة نادي الزمالك اللي كانوا دفعتنا وأجيالنا حتى الآن مستمرة، ونعتز إحنا الاثنين بالصداقة دي. إنما إحنا لما بنيجي نرد على اللي أخطأ في حق النادي الأهلي، ولما نيجي نرد بنرد بكل احترام، كل احترام وكل أدب، مع احترامنا الكامل لجميع الأندية. فاللي أنا بتكلم فيه، إحنا لو لقينا حق للنادي الأهلي من واجبنا نتكلم عليه، من واجبنا نتكلم عليه. فأنا كنت متابع الاثنين اللي فات الحلقة الرائعة للكابتن إسلام الشاطر وهو بيتكلم عن النادي الأهلي والطمع في البطولات، وواحد صاحبه بيقول له يعني يا أخي ما تسيبوا لنا بقى بطولة ولا حاجة، كفاية كل البطولات اللي انتوا عمالين تاخدوها دي. فهو بيقول الكابتن إسلام ليه أسيب لك ليه؟ صحيح، أنا بقول أسيب لك ليه؟ يعني أنت بتكلمني على بطولات، أنا طول عمري عندي حتة إن أنا عدم الشبع بالبطولات. طول عمرنا في النادي الأهلي نطلع من بطولة نبص للبطولة اللي بعدها، نطلع من بطولة نبص للبطولة اللي بعدها. فإحنا دلوقتي طول عمرنا في النادي الأهلي ما بنشبعش بطولات، ودي هتفضل مستمرة، دي هتفضل مستمرة أجيال ورا أجيال، أجيال ورا أجيال. دي أولا دي ما فيهاش عيب، دي ما فيهاش عيب. ولما بكسب بطولة بكسبها في الملعب بمجهودي بعرقي مش بحاجة تانية، ولو انت بتنافسني نافسني في الملعب، ليك حق المنافسة في الملعب زي ما انت عايز، نافس زي ما انت عايز. واخيرا المجتهد واللي عنده توفيق والاحسن هو اللي هيفوز. منظومة النادي الاهلي دائما هي الاحسن، منظومة النادي الاهلي دائما هي الاحسن. و كنا بنتكلم على يمكن برضو كابتن اسلام كان بيتكلم على الارقام يعني بدون منازع بدون منافس للنادي الاهلي في كل شيء، دوري عام، كاس مصر، سوبر مصري، كاس افريقيا، ابطال الدوري، ابطال الكؤوس، سوبر افريقي، كل الارقام لصالح النادي الاهلي.
حتى الارقام العالميه لصالح النادي الاهلي. اكتر نادي عمل فوز ببطولات اعتقد 138 بطوله هو النادي الاهلي، يتربع على عرش الانديه العالميه. بطوله مش بطوله قاريه، بطوله قاريه احنا بنيجي ورا ريال مدريد اعتقد بثلاث بطولات. انما لما باجي اتكلم عن النادي الاهلي بتكلم بكل احترام. يمكن اتفرجت برضو من يومين على كابتن احمد حسام ميدو، وبصراحه الراجل كان تحليله لبعض الامور واقعي جدا واكتر من رائع. اتكلم كويس جدا فنيا عن فرقه النادي الاهلي، اتكلم عن الفتره دي الماتشات اللي هي متتاليه للنادي الاهلي وان الناس بتستسهل الماتشات، لا دي فتره صعبه جدا. اتكلم كويس قوي عن لعيبه النادي الاهلي، اتكلم كويس عن الظروف اللي بتمر بيها لعيبه النادي الاهلي والغيابات الكتير اللي في المنتخب الاولمبي، واتكلم عن دور الكابتن سيد عبد الحفيظ، واتكلم بعقلانيه شديده جدا 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 ورايه اكتر من ممتاز. وهو قال حتى ان الكابتن سيد بيأدي دوره على اكمل وجه من وجهه نظر. خلي بالكم كابتن احمد حسام ميدو زملكاوي، ولكن ده رايه وبحترم رايه جدا جدا جدا. يمكن انا ما اتفرجش عليه كتير، ولكن اتفرجت عليه من يومين، بصراحه كلامه كان اكتر من رائع. النهارده بقى قبل ما نخش برضو في احداث المباراه، عايز اتكلم على المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي شرفنا وظهر بصوره رائعه خصوصا مباراه امس امام استراليا، وبحييهم كل التحيه، وخصوصا الناس اللي هي بتقدم مستويات عاليه جدا 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 وفيها ثبات في المستوى. يعني احنا شفنا محمد الشناوي قدم اداء اكتر من رائع، وانا عايز احيي محمد الشناوي لكذا نقطه. محمد الشناوي من نوعيه اللعيبه الكبار قوي، اللعيب الكبير قوي اللي هو ايه، اللي هو ممكن يغلط. يعني كلنا ياما غلطنا، ولكن اللعيب الكبير، لعيب النادي الاهلي، لعيب القدوه، اللي هو بيصلح خطأه، بيتعلم من خطأه، بيتكلم مع نفسه، بيشد من نفسه، لا انا عملت كده غلط، لا المره الجايه ما تتعملش، لا الكره الجايه، على طول على طول بيحاسب نفسه، وفي نفس الوقت مستواه بيعلى. شفنا امبارح تصدي، انا اعتقد ان هو ده هياخد تصدي البطوله، اكثر من رائع، لدرجه ان في كوره مدير الفني بره بتاع استراليا وفي لعيب ورا الجون افتكروا ان الكره دي داخله جول، واحنا كلنا افتكرنا الكره داخله جول، ولكن شالها ببراعه وشالها بصوره يعني رائعه 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 الكابتن محمد الشناوي. لدرجه ان هم حتى الصحف استراليا قالت ان اهي الكره اللي انا بقول عليها دي كره جول، دي جول، كله قال جول، حتى احنا واحنا بنتفرج قلنا جول. تسديده خلي بالكو او راسيه رائعه شالها الشناوي باكثر روعه، ودي كانت قبل الجول الثاني اللي جابه عمار. فانا عايز ادي كل واحد حقه، الشناوي هايل، امتياز، تحيه تقدير واحترام، حجازي تحيه تقدير واحترام، الونش تحيه تقدير واحترام، اكرم توفيق تحيه تقدير واحترام، ويجي بقى بعد كده سفروت الكره المصريه. يمكن سفروت دي ملهاش اصل في اللغه العربيه، ولكن تعودنا ان احنا نقولها على اللعيب او الولد اللي هو صاحب الجسم الصغير او الجسم الضئيل اللي هو صاحب الامكانيات الرائعه، اللي هو عمار لعيب النادي الاهلي المعار لنادي الاتحاد السكندري. عمار حمدي من افضل اللعيبه في نص الملعب، تلعبه يمين يجيد، تلعبه شمال يجيد، تلعبه من تحت ويشق يجيد. وشفناه لما نزل الفتره البسيطه الشوط الثاني، بصينا لقينا تغير في الاداء، قلب موازين المباراه. كنا مضغوطين جدا الشوط الثاني، يمكن الكابتن شوقي لعب الشوط الاول على اكمل وجه وقدرنا نكسب واحد، الشوط الثاني هو حب يقفل نص الملعب ويعتمد على المساحات والكرات الطويله. عمار حمدي نزل في وقت احنا كنا مضغوطين فيه، بس بصراحة قلب موازين الماتش، قدر عن طريق اختراقاته ان هو يخفف الضغط الهجومي من استراليا على دفاعات منتخب مصر، قدر عن طريق كراته البينية يشكل خطورة،
عن طريق انطلاقاته من الاجناب يشكل خطوره، عن طريق تسديداته يعني هو حتى قبل الجول جات له كره صعبه جدا جدا جدا، انما هو سددها بصوره رائعه جت في العارضه، وربنا اراد بعد كده ان هو يوفقه ويكرمه في الكره اللي بعد كده فجاب جول. عمار حمدي بهديله يعني تحيه، وبصراحه انا شايف ان هو عمار حمدي بيوجه رساله وبيقول ان اواني يا مستر موسيماني، ولكن كل طبعا الراي لمستر موسيماني. تعالوا نروح برضو نشوف ده بمناسبه المنتخب الاولمبي، تعالوا بقى نشوف حته ال ان شاء الله باذن الله حته التساوي في عدد النقاط وتحديد مراكز الهبوط والمربع الذهبي. اللائحه، البعض بيحاور بيثير اللغط يعني يقول ايه لازم اتحاد الكره يحط لائحه من دلوقتي ويوضح طريقه حسم لقب الدوري عشان ما يحصلش لخبطه زي الدوري بتاع 99 بتاع الناشئين، وناس تانية تقول لك ايه احمد مجاهد غير اللائحه لصالح الاهلي. اللائحه ما اتغيرتش، كلام كبير اتقال، ولكن اللائحه واضحه وصريحه، هي محطوطه من بدايه الموسم ولكن ما حدش تطرق لها، انما احنا هنقولها. طبعا الكلام ده كان من قبل كده من ايام اللجنه الخماسيه برئاسه عمرو الجنايني، وكان رئيس لجنه المسابقات وقتها مازن مرزوق. فاللائحه اهي، اللائحه بتقول ايه؟ تحديد مراكز الهبوط والمربع الذهبي. تحديد مراكز الهبوط والمربع الذهبي. في حال التساوي عدد النقاط للفرق التي تنافس على المربع الذهبي او مراكز الهبوط بيتم تحديد المراكز على النحو التالي: النقاط التي حصدتها الفرق في مواجهتهم المباشره مع بعضهم البعض. يعني مثلا انا بلاعب مثلا المحل، كويس؟ فجت المحله خسرت مني ماتش وتعادلت ماتش، يبقى الاولويه لمين هنا او الافضليه لمين؟ ليا، لان انا جبت 4 نقط. يبقى دي مفهومه، يبقى النقاط اللي حصدتها الفرق في المواجهات المباشره، ماشي. في حاله التساوي في النقاط في المواجهات المباشره، يعني نفترض انا كسبت ماتش والفريق الثاني كسب ماتش، احنا بنتكلم هنا عن الهبوط والمربع الذهبي. الهبوط والمربع الذهبي. في حاله التساوي في النقاط في المواجهات المباشره بيتم الاحتكام الى فارق الاهداف في المواجهات المباشره اللي بيني وبينه. يعني مثلا انا كسبت 3 هو كسب 2، يبقى الاولويه ليا لان انا جايب اهداف زياده. الاولويه ليا لان انا جايب اهداف زياده. طيب يبقى الاولويه للفريق اللي سجل عدد اهداف اكبر في المواجهتين. طيب في حال تساوي الفريقين في المواجهات المباشره من حيث النقاط ومن ثم الاهداف في المواجهتين، يعني ايه؟ يعني انا مثلا كسبت 3 وهو كسب 3، يبقى في تساوي، بيتم الاحتكام الى ايه بقى؟ فارق الاهداف للفرقتين في المسابقه. فارق الاهداف في للفرقتين في المسابقه، يعني انا مثلا جايب 10 مثلا وداخل عليا 5، يبقى انا في صالحي 5، هو جايب 10 وداخل عليه 7، يبقى الفرق 3 لصالحه، يبقى انا اللي اكسب وانا اللي ليا الافضليه. طيب بعد كده عدد، ماشي. في حاله التساوي بقى في الثلاث معايير اللي فاتت المذكوره في هذا البند، بيتم احتكام لايه بقى؟ عدد الأهداف المسجلة من كل فريق في المسابقة. إزاي؟ يعني أنا جبت 15 جول مثلا، إحنا تساوينا في كل حاجة، خلاص إحنا تساوينا في كل حاجة، بس أنا جايب 15 جول وهو جايب مثلا 10 تجوال، لا، يبقى أنا أكسب في الحالة دي. يبقى في حالة التساوي التالتة أنا أكسب لأني جايب أهداف أكتر. طيب في حالة تساوي الفرقتين في كل البنود اللي فاتت، كل البنود اللي فاتت يعني كله زي بعض، يعني كسبني ماتش وانا كسبته ماتش، جبت 3 جاب 3، فارق الاهداف هنا زي فارق الاهداف هنا، جبت 15 جول وهو جاب 15 جول،
بيحصل ايه بقى ساعتها؟ بيتم إقامة لقاء فاصل على ملعب محايد على أن تحدد إدارة المسابقات ملعب وتاريخ وتوقيت المباراة. وفي حالة نهاية المباراة لو انتهت كمان بالتعادل بيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز. زي ما حضراتكم شفتم اللائحة واضحة وصريحة وموجودة. موجودة عشان ما حدش يقول إنها هتتحط مش عارف. هو إن شاء الله ربنا يعني يبعدنا عن الموضوع ده خالص. إن شاء الله نحسمها بإذن الله رب العالمين إن شاء الله بدون الوصول للموضوع ده. إن شاء الله عندنا ثقة كبيرة في ربنا إن شاء الله زي ما قلنا اللائحة دي إن شاء الله ما نحتاجلهاش. كلنا ثقة في لاعبتنا في الجهاز الفني في المنظومة ككل. إن شاء الله نحسم كل حاجة بإذن الله بإيدينا بيدي لبياد عمرو بإذن الله. ماتش النهاردة ماتش مهم زي ما حضراتكم عارفين. ماتش صعب. ماتش يمكن يعتبر آخر ماتش لأن المنتخب الأولمبي هيلعب مع البرازيل يوم السبت. أتمنى له التوفيق إن شاء الله. أتمنى له طبعا بإذن الله الفوز. لو كمل المنتخب الأولمبي طبعا في الحالتين إذا كان هيكمل أو مش هيكمل مباراة دجلة اللي جاية لن تلعب. مباراة دجلة اللي جاية لن تلعب هتؤجل إلى حين عودة المنتخب الأولمبي. مباراة النهاردة آخر مباراة قبل التوقف بتاع الأسبوع الجاي. لو منتخب مصر الأولمبي خسر يبقى المباراة ديت هيتلعب يمكن احتمال يوم 5 أو يوم 6. ده كل مباريات الدوري خلي بالكم. أنا ما بتكلمش على النادي الاهلي بس او الاهلي ودجله بس. لا في جدول دوري جديد هيعلن يوم الاحد زي ما قال الكابتن احمد مجاهد. تعالوا بقى نروح لزميلنا كريم احمد ونشوف اخر الاجواء عنده قبل بدايه مباراه الاهلي واسوان. اتفضل يا كريم. مساء الخير عليك كابتننا طبعا كابتن ايمن شوقي وكل التحيه لكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. تحدي جديد اليوم يا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه الاهلي واسوان على استاد بيترو سبورتو. هي احد المباريات المؤجله من الاسبوع ال17. تلاحم كبير وضغط كبير لفريق النادي الاهلي لكن ابقى بنشوف المباريات وبنشوف المباريات الاخيره تحديدا واخر مباراه والروح الكبيره اللي كان فيها للنادي الاهلي والاصرار والعزيمه والشخصيه اللي بناكد عليها كابتن ايمن في كل مباراه بتطمنا بشكل كبير ويقدر النادي الاهلي يستعيد ذكريات الانتصارات المتتاليه بشكل كبير من مباراه اليوم ومنها ان شاء الله حتى انتهاء المباريات المؤجله. قرار اكيد كان متوقع من الاتحاد المصري لكره القدم لتكافؤ الفرص بتاجيل مباريات بطوله الدوري العام وكاس مصر. يعني نقدر نقول فرصه لفريق النادي الاهلي وكل فرق الدوري الممتاز لالتقاط الانفاس لكن تحديدا نقدر نقول فرصه طيبه جدا لفريق النادي الاهلي لانتظار العوده من جديد عوده السداسي في منتخبنا الاولمبي وعوده ايضا كمان عدد من اللاعبين يمكن على راسهم طبعا وليد سليمان لكن ان شاء الله باذن الله كل تركيزنا في هذه المباراة النهاردة اليوم الاعتياد الخاص طبعا بفريق النادي الاهلي في فندق الاقامة ويمكن انهى النادي الاهلي تدريب جيد جدا امس الحقيقة بنشوف روح واصرار كبيرة جدا في التدريبات وجدية كابتن ايمن من الالتحامات ومن اشتراكات الكل اللي عايز يكون متواجد الكل عايز يبقى ليه فرصة في هذه المباريات. دور الجمهور كبير جدا ويمكن زي ما ذكر الكابتن سيد عبد الحفيظ دور الجمهور في الدعم كبير جدا ومطلوب جدا المرحلة القادمة. اكيد طبعا عارفين ان دور النادي الاهلي كبير والنادي الاهلي وجمهوره يعني عنده البطولات بلا حدود وده امر اكيد مستوعبينه والجهاز الفني مستوعبه جماهير النادي الاهلي مستوعباه لكن ان شاء الله باذن الله النهارده نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. الاختيار يكون مع بيتسو موسيماني اللي حضر بشكل طيب وجيد جدا لمباراه اليوم مع يوشا وموسى طبعا محللي الاداء لفريق النادي الاهلي لكن يتبقى بقى كابتن ايمن عدد من الغيابات وعدد ايضا كمان من اللاعبين اللي يمكن هيغيبوا على حصولهم على 3 انذارات وهو على راسهم محمد هاني اللي يمكن بيخرج النهارده من القائمه لكن بنتمنى له العوده سريعا ان شاء الله عقب انتهاء الايقاف. وليد سليماني المستمر في التاهيل وسداسي المنتخب اللي بنامل ان شاء الله باذن الله يشرفوا النادي الاهلي ويشرفوا مصر ان شاء الله في المباراه القادمه مباراه البرازيل. محاضره اخيره النهارده طبعا يا كابتن ايمن في فندق الاقامه بياكد عليها بشكل كبير جدا بيتسو موسيماني على اهميه اللقاء. اسوان فرقه من الفرق الجيده ترتيبها لا يعني اهميه وصعوبه هذه المباراة. الامر ده مهم جدا لفريق النادي الاهلي وده الحقيقه اللي بياكد عليه الكابتن سيد كابتن سامي كل اللعيبه الكبار على اهميه المباراه. المباراه تكون اصعب من المباراه الماضيه كل المباريات اللي هيقابلها النادي الاهلي هتكون فيها صعوبه كبيره جدا لكن بالاخلاص الكبير والعزيمه اللي احنا بنشوفها مع فريق النادي الاهلي وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى اللي اكيد لازم يكون معانا ان شاء الله مع الاجتهاد الكبير اللي بيقوم بيه فريق النادي الاهلي وجهازه الفني. مستمرين معاك بالتاكيد ان شاء الله يا كابتن ايمن لحظه بلحظه بننقل لك كل الاخبار والكواليس وتحرك فريق النادي الاهلي من فندق الاقامه حتى استاد بيتر سبورت اللي هيستقبل هذه المباراه
ومنها ان شاء الله في ملعب المباراه يكون معاك التشكيل وكل اجواء استاد بيترو سبورت. لكن في هذه اللحظات عوده ليك والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. وزي ما احنا شايفين الاجواء مهيئه ان شاء الله باذن الله زي كل مباراه لفوز باذن الله النادي الاهلي ان شاء الله رب العالمين. طبعا متفقين على صعوبه المباراه، ولكن كل اللي يهمنا في الاخر الفوز. الفتره دي فتره الامطار الاخيره، احنا بنجمع كل النقاط اللي قدامنا، يعني عايزين نكسب كل المباريات وما نبصش لغيرنا. احنا لو كسبنا كل المباريات اللي جايه بالمؤجلات ان شاء الله باذن الله هناخد الدوري العام. وبمناسبه الدوري العام والارقام اللي الناس بتتكلم عنها اليومين دول، انا بس عايز عشان ادي كل واحد حقه برضه، احنا ناس كتير بتقول لي انتوا ليه بتنسبوا لمستر موسيماني ان هو جايب 5 بطولات؟ هو مستر موسيماني بالارقام جايب 5 بطولات. هقول لكم ادي 5 بطولات ازاي. هو طبعا الدوري العام المصري اللي كان حسمه قبل ما يمشي كان حسمه مستر ريني فايلر، فده يحسب له. انما مستر موسيماني لما جه خد كاس افريقيا، كاس مصر، سوبر الافريقي، ميداليه البرونزيه كاس العالم، ودي بطوله عشان كده احنا بنحسبها بطوله. برونزيه كاس العالم، كاس العالم اللي مفيش حد بيروحه غير النادي الاهلي، دي بطوله. واخيرا البطوله الافريقيه الثانيه. يبقى كده ال5 بطولات اللي احنا بنقول عليهم. انما احنا هنا ما بنخسفش حق حد ابدا، لا، الدوري كان محسوم على يد المستر ريني فايلر، والراجل بندي له حقه، وبندي الحق برضه المستر موسيماني. عشان كده بنحسب الميداليه البرونزيه بتاعت كاس العالم اللي مفيش اي حد يقدر يخشه حتى الان غير النادي الاهلي، دي بطوله. برونزيه كاس العالم بطوله. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله النهارده لتحقيق الفوز. هنروح بقى دلوقتي الفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل نجومنا الكبار كباتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. منورنا كابتن، اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن ايمن منور الدنيا. الله يخليك. كابتن علاء ميهوب منورنا يا كابتن، ازاي؟ الله يخليك يا كابتن. اسامه عرابي، ازيك يا كابتن؟ منورنا. كابتن احمد بلال الهداف، ربنا يخليك، منورنا يا كابتن. ازيك يا كابتن ايمن؟ الله يخليك. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله بالسلامه يا كابتن علاء. كابتن علاء في قلبي. انت بتكلمني كل خمس كابتن علاء غاب عني 5 ثواني. كابتن علاء ما غابش عني خالص يا جماعه. كابتن شريف، يمكن شفنا الماتشين الاخرانيين اللي احنا كنا هنموت فيهم دول انا وانت. مش عايز اثاره ومتعه بعد الاثاره والنديه والمتعه الماتشين اللي فاتوا، والحمد لله الماتش اللي فات قدرنا ناخد 3 نقاط. تفتكر ده هيكون ليه مردود النهارده على لعيبه النادي الاهلي؟ دايما يعني بسم الله الرحمن الرحيم، دايما احنا بيبقى لنا يعني حاجات ايجابيات وسلبيات من كل المباريات اللي انت بتلعبها. وهرجع واكد واقول ان كل المباريات بقت مباريات كؤوس خلاص يعني. وفي نفس الوقت انت بتلعب كل 72 ساعه ماتش، يعني انا مش حاضر راجع اللعيبه بصراحه في اي حاجه، ولا حاضر راجع لاي حد بيلعب كل 72 ساعه ماتش ان هو مش هيبقى فيه اخطاء، او مش هيبقى فيه عدم تركيز شويه، او في حاله بدنيه بتنزل وتطلع اجهاد. لازم كمان الدكه اللي انت محروم من 6-7 لعيبه من الفرقه خارج الحكايه غير الاصابات اللي عندك، فما فيش فرقه في العالم الحقيقه يعني تستحمل هذا الوضع يعني كده. انما في مفاهيم احنا بنشوفها من المباريات اللي فاتت كلها، بنشوف جبن الاجوان ازاي بالشكل الجميل قوي، بالعرضيات اللي بتدخل بواليا ويحط كرة براسه، دي ايجابيات كبيره قوي احنا بنتمنى نشوفها على طول، تدي ثقه لبواليا وغير بواليا، يعني اللي بيلعب في المنطقه دي عموما يتعود بقى ويثق ان علي معلول او ناحيه اليمين هيبتدوا يعملوا عرضيات كويسه جدا. يبقى ده المفهوم بتاعنا، يعني ده اللي احنا بنستفيده من المباريات اللي احنا لعبناها. كل واحد بيروح بعد المباراه بيقعد يكلم نفسه، صحيح، ايه النهارده اللي ما كانش مظبوط، ايه المفروض الماتش الجاي نعوضه. هكلمك بالاخص على بنون مثلا. بنون كان زي ما يكون في رمل في رجليه الماتش اللي فات، ودي مش عادته طبعا ولا عاده اي لعيب، كان في اجهاد واضح يعني عشان الناس تفهم برضه ان لعيب ممكن يتعرض في اي وقت لحاله هبوط، حاله بدنيه بتاثر عليه، عنده شد خفيف وهو متحامل على نفسه. فاللعيبه الحقيقه عندها مفهوم المكسب الواحد، صحيح. خلاص وصل بقت الخبره عندهم في الملعب، احنا بننزل نكسب. اللعيبه اللي بتلعبك
عندهم استقتال ان هم بيلعبوك لانه بيشوفوك في السنه مرتين. كل واحد بيشوف النادي الاهلي قدامه بيبقى عايز يثبت للشهره. مش مساله ان هو هينزل او موقفه وحش في الجدول او اي حاجه، لا هو النهارده العيد بتاعي، النهارده انا هخترق منين والنهارده اجيب جول ازاي وبعد الماتش ازاي يعملوا معايا احاديث ويعملوا وابقى موجود في على الساحه في الدوري العام واسمي يتردد اكتر من مره وتبقى ليا ذكرى كمان. انا اعتقد زمان احنا كنا بنلعب ما دخلش فينا ولا جون في السيزون مره، دمياط بعد كده ريحان باين جاب جول في الكرام. حافظ اسم ريحان، انا حافظ، انا كنت في ثالثه ابتدائي او رابعه ابتدائي. يعني اللي بيجيب جول في النادي الاهلي يعني ده بمثابه التاريخ بالنسبه لي. مظبوط. ف دائما وابدا لعيبه النادي الاهلي على قدم وساق واحد، وهم عارفين اللي انت نفسك تقوله واللي الجماهير نفسها تشوفه. فما فيش نصايح، ما فيش اي حاجه غير ان هم بيقعدوا مع بعض بيصححوا البعض. ايوه. اذا كان مدير فني بيتكلم، اذا كان مدير كوره بيلمسه بيقول على الحاجات اللي هم من بره الخطوط شايفينها، واللعيبه اعتقد ان هم وحده واحده. واكتر من كده بنبارك لحمدي فتحي طبعا. فكانوا كلهم في فرح حقيقي. ده طلع من الفرح على المعسكر. ما هو دي تعليمات. تعليمات ايه؟ قال له تتجوز النهارده وتجيلي بكره الصبح في التمرين. فحاجه جميله جدا الروح اللي هم فيها كلهم، لو تشوفهم في الفرح حاجه جميله قوي يعني. صحيح. تحس انهم اسره. يعني اول يوم يحتفلوا بنفسهم. ويحتفلوا بعيد ميلاد موسيماني مدير فني بتاعهم. واول يوم حمدي فتحي يروح سايب عروسته ورايح المعسكر. واول يوم يجي لنا فتحي حمدي فتحي في حد البتاع، فبنبارك له طبعا بالرضا والبنين باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، عايز اتكلم مع حضرتك في نقطه الناس مستسهلاها قوي بس احنا نحس بيها يمكن اكتر. الدوري في الامطار الاخيره تبقى كل ماتشات صعبه، وخصوصا مع الفرق اللي هي بتقاوح علشان تفضل قاعده في الدوري. الناس تقول لك ايه؟ لا ده انت هتلاعب الفرق مش عارف اللي تحت، اللي قبل الاخير، الاخير. عايزك تكلمني على النقطه دي بعد اذنك. هي الفرق المهدده دي بالزبط. اكثر فرق تتعبك خصوصا في لما بالدوري بدا بينتهي. صحيح. لو انت بتلعب فرق في الـ في الـ في منتصف الدوري الامور بتسهل بكتير، ان هو مش بيخاطر على حاجه. مظبوط. انما اللي بيخاطر على حاجه ده في الاخر بيبقى خلاص هو حياه وموت. حياه وموت 90 دقيقه. صحيح. قدام النادي الاهلي و90 دقيقه مش عايز يخسر. عشان كده اصعب مباراتين يا ايمن كانت مباراه الانتاج الحربي وكانت مباراه البنك الاهلي، مباراه صعبه جدا جدا جدا. لان الفرقه دي بتصارع على الهبوط، الفرقه دي انت بتحسب على ثلاث نقاط عشان عشان البطوله، هو بيحسب عايز ياخد نقطه. مزبوط. عشان في منافسه بينه وبين فرقتين ثلاثه تاني في الاخر اللي هيستنى في الدوري هيبقى فرق ممكن نقطه بالظبط. ايوه. عشان كده هو حريص جدا على المباراه دي. عشان كده انا ما اشوف الثلاث مرات ورا بعض يعني الناس 90% من جماهير الاهلي قالوا يعني طبعا عشان هم بيعرفوا عارفين قيمه النادي الاهلي وعندهم ثقه في فرقتهم. تسع نقاط دول مضمونين اللي هو ما تبصش عليهم. صح. تسع نقاط دول انا قلت من اصعب تسع نقاط النادي الاهلي هيقابلهم، وقد كان. عندك حق. لانك بتقابل فرق 90 دقيقه، هو فعلا مقاتل 90 دقيقه وعنده حافزين، حافز انه بيلعب النادي الاهلي زي ما الكابتن شريف كان بيتكلم دلوقتي، وعنده حافز ثاني مش عايز يخسر على اساس عايز يستنى في الدوري الممتاز. كل فريق ايمن عايز يستنى في الدوري الممتاز. نفس الكلام انطبق النهارده، مباراه صعبه جدا جدا على النادي الاهلي. صحيح. هيلعب فريق شرس جدا، هيدافع ل 90 دقيقه ومش عايز يساب الهدف ويبدا لحد اخر ثانيه. وفيهم ميزه فريق اسوان على فكره تحترم جدا ان هم ايمن بيلعبوا لحد اخر ثانيه فعلا. يعني انا فاكر مباراه سيراميكا. صحيح. اتعادلوا مع سيراميكا في اخر اوت في المباراه دي 95 اخر اوت، يعني الكوره جت طلعت اوت اتحدفت جول الحكم صفر. مظبوط. عشان كده المباريات دي مش سهله. يعني احنا نحسها كلاعب كوره كاجهزه فنيه حسب كده الجماهير، لو انا من الجماهير هستسهلها. أيوة. لانك انت بتتكلم عن النادي الاهلي وعلى باقي الانديه ايمن الفروقات كبيره جدا جدا جدا. أيوة. بس الكلام ده عارف لو في اول الموسم انا هروح معاهم شويه في النظريه دي. لكن في نهايه الموسم لا الامور بتختلف. صحيح. فان شاء الله النهارده كل اللي بتمناه قبل ما نتكلم فني بتمنى بدايه قويه جدا وحسم من بدري، هو ده ان شاء الله النهارده مفتاح الفوز ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، تحدي اخر صعب بيقابله النادي الاهلي مع ممثل الصعيد الذي يقع في منطقه الخطر. ما فيش شك طبعا، يعني علاء وشريف اتكلموا في موضوع صعوبه المباريات مهما كان مستوى الفرق في الجدول. يعني اسوان في فرقتين بس تحتيه اللي هم الانتاج وادي دجله. شفنا لما لعبنا الفرقه الاخيره في الدوري الماتش اللي فات الماتش كان صعب ازاي وكسبناه في اخر دقيقتين
الماتش كان متعقرب وكنا مغلوبين، رغم ان هي يعني كان الامل بالنسبه للانتاج يمكن اقل فرق في الفرق اللي تحت، يعني اقل من وادي دجله واقل من اسوان واقل من البنك الاهلي، ومع ذلك كان في قتال كبير. فنفس الشيء هيحصل النهارده، طبيعه الحال فرقه عندها 25 نقطة واللي فوقيها 27 واللي فوقيها 29 واللي تحتها 23، يعني هي في مرحلة صعبة، كل مباراة بتعدي بالنسبة لها. لو خسرتها، لو خسر المباراة فريق أسوان حتى لو هو مع النادي الأهلي هو شايف انه بيقرب من مرحلة الهبوط. فلو الأمور بدري شوية ولسه ماتشات كتيرة قوي كانت ممكن اقول لك انه يبقى الماتش اسهل بكتير. أيوة. لكن انت داخل في الامطار الاخيره فهتلاقي شراسه وقتال غير طبيعي، ولكن ده لا يمنع انه في فوارق كبيره بين الاهلي وفرقه اسوان، والنادي الاهلي لو في الحاله الطبيعيه بتاعته وتغاضينا عن بعض الاخطاء اللي حصلت في المباراه الاخيره الانتاج الحربي اللي هي مثلا استغلال الفرص، لان احنا ضيعنا فرص كتير، السيطره على وسط الملعب بعد ما كسبنا كنا كسبانين 1-0 فقدنا وسط الملعب خالص وكان اللعب مفتوح قوي اكننا خسرانين، يعني اللعب كان مفتوح زياده عن اللزوم اكننا خسرانين. صح، انت كسبت مفروض تسيطر شويه على وسط الملعب وتهدى وتحاول تجيب الهدف الثاني وتلاقي الامور سهله. فانا اعتقد انه رغم صعوبه المباراه والموقف اللي اسوان فيه، لكن وعندهم طبعا دوافع واكيد عندهم حوافز المجلس الاداره او المدير الفني بيقول لهم عليها، ولكن دوافع النادي الاهلي على البطوله اكبر. النادي الاهلي تاريخ اكبر، النادي الاهلي بيلعب على طول على المركز الاول، فدوافع عنده اكبر، خبرات لعبته اكتر، ولكن لما بنكون في الحاله الطبيعيه بتاعتنا، فانا شايف ان النادي الاهلي النهارده لو في الحاله الطبيعيه ان شاء الله الماتش هيبقى سهل باذن الله. لكن هو الخوف انك انت تبقى في حاله زي شبيهه بحاله ماتش الانتاج الحربي، فان شاء الله نعمل ماتش كويس واداء افضل من المباراه اللي فاتت، وان شاء الله النتيجه تبقى في صالحنا باذن الله رب العالمين. كابتن بلال، يمكن عنوان الماتش النهارده لو حطينا له عنوان هيبقى المنافسة على القمة أو اللحاق بالقمة أو الهروب من القاع. شفنا الماتشين اللي فاتوا كانوا ماتشين صعبين جدا 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 والناس ما كانتش متخيلة كده، ولكن زي ما قال الكابتن علاء بيبقى فيه صعوبة كبيرة جدا لما بتلعب الفرقة دي. دي حقيقة. الدور الثاني بشكل عام بيبقى مختلف في الدوري المصري عن الدور الأول. صحيح. وكل في كل الدوريات في العالم. صحيح. خلاص بتبقى كل الفرق عرفت هي فين، في أنا منطقة، هل أنا في منطقة الخطر، هل أنا بنافس على بطولة الدوري، بنافس على المربع الذهبي، أنا في وسط الجدول، اللي أنا محتاجه كفريق. النهاردة النادي الأهلي يمكن مش عايز أقول من يعني من المصادفة أنه هو بيلعب يعني آخر ثلاث فرق ورا بعض، يعني بيلعب مع الإنتاج الحربي، بيلعب مع البنك الأهلي، بيلعب النهاردة مع أسوان، وعنده مباراة مؤجلة مع دجلة برضو كمان، الأربعة اللي هم بيصارعوا من أجل البقاء. ودي ماتشات بتبقى صعبه جدا 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 على اي فرقه. صح. لان انت بتلاقي فرق مش بقى كمان الحوافز عند المدير الفني والاداره، الحوافز نفسها عند اللعيب. انت مشكله المدربين ومشكله الانديه انك عايز تخلق دوافع في بعض الاوقات للعيبه. صح. النهارده لا، الدافع عند اللعيب الاول قبل ما يكون دافع عند النادي بالنسبه له. دافع عند اللعيب لانه عايز يهرب من القاع، دافع عند اللعيب مش عايز يلعب درجه ثانيه، دافع عند اللعيب عايز يبقى فيه حته ماركتنج بالنسبه له، عايز حته تسويق بالنسبه له، وبيلعب ضد النادي الاهلي عنده مباراه قويه جدا جدا، عنده فيه اكتر من دافع. فانت ما بقتش كاداره او كمدير فني محتاج انك تخلق دوافع كبيره عند اللعيب، الدوافع موجوده، الروح القتاليه بتبقى موجوده، اضف الى ذلك انك بتلعب بقى النادي الاهلي. تمام، دي حاجه تانية. النهارده بتلعب النادي الاهلي بالنسبه لك فرصه عظيمه، لعيبه كتيره جدا جدا يعني انتقلت واتغيرت حياتها في مباراة زي بتاعت النادي الاهلي او في مباراة زي بتاعت النادي الزمالك. انت بتلعب مع النادي الاهلي النهارده مباراة مرئية بالنسبة لك، ده انت في فاترينا انت بتتعرض فيها كلعيب، امكانياتك وقدراتك البدنية والفنية وسلوكك كلعيب بيتحكم عليك في مباراة زي مباراة النادي الاهلي النهارده. صحيح. وخاصة لما تكون مباراة الدور الثاني كمان، لان اعين الادارات بتبقى
في الدور الثاني يمكن يعني بتحط عينيها على اللعيبه كمان النهارده، مين هيمشي من اسوان، مين هيمشي من دجله، مين ممكن ناخده من البنك الاهلي، ممكن نستعيره او ناخده من دجله. فالنهارده مباراه بكل المقاييس بتبقى صعبه شويه. صحيح. انت كنادي اهلي عندك دوافع اكبر بكتير جدا، دوافع العظمه، الحصول على اللقب دي دوافع برضو كبيره جدا جدا جدا، واعتقد موجوده عند لعيبه النادي الاهلي، او هي بالتاكيد موجوده عند لعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي. موسيماني عنده دافع مهم جدا جدا لا يقل عن لعيبه اسوان اللي هم بيقاتلوا النهارده. بالنسبه للدوري اللي فات كنا بنتكلم ان الدوري كان محسوم بالنسبه للنادي الاهلي، وفايلر حسم الدوري العام، والنهارده في 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 اعتقد عنده يعني عايز اقول صراع، او عنده حماس شديد جدا، او عنده رغبه كبيره جدا انه يؤكد صدارته للدوري العام، وانه يحصل على الدوري العام مع النادي الاهلي السنه دي، البطوله المفضله لدى جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وكل من ينتمي النادي الاهلي. فالنهارده في دوافع كتيره مختلفه عند الفريقين، لعيبه النادي الاهلي ومدير الفني، مدير الفني اسوان، لعيبه اسوان، الادارات نفسها عندها دوافع كبيره جدا النهارده. صعوبه المباراه زي ما قال كابتن علاء من شويه، ان اللعيبه اللي بتلعبك دي النهارده لعيبه اسوان بالذات، يعني مش اختلافا عن برضو عن البنك الاهلي يا كابتن، واختلافا عن دجله، لعيبه اسوان بتقاتل اخر ثانيه في الملعب. خد بالك مش من السنه دي، من السنه اللي فاتت. صح. السنه اللي فاتت برضو يا كابتن علي نفس الموضوع. صح. بيقاتلوا الاخر ثانيه في الملعب، عندهم امل لحد ما الحكم بيصفر. مزبوط. السنه اللي فاتت قعدوا بسبب، السنه اللي فاتت هم كسبوا الزمالك على فكره في الراوند الثاني. أيوه. تمام. وكان برضو نقطه مهمه بالنسبه لهم ان هم يقعدوا في الدوري العام. فالنهارده انت بتلعب النادي الاهلي مع فرقه لا تفقد الامل على الاطلاق، فرقه اسوان، وعندها لعيبه على فكره عندها عناصر خبره، مش عن لعيبتهم برضو مش جداد، يعني عندها لعيبه عندها خبره بتعرف تلعب الماتشات الكبيره. فالنهارده ماتش صعب، لكنه اذا النادي الاهلي واذا مستر موسيماني ابتدينا نلعب بشكلنا الطبيعي والاداء المعتاد عليه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، اعتقد المباراه ممكن تبقى يعني في المتناول. يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله. كابتن شريف، فرقه اسوان موقفها صعب جدا زيها زي البنك الاهلي والانتاج الحربي، يمكن هي ثالث فرقه من تحت، الصعوبه واصله لغايه المقاولين. كلهم قريبين من بعض. شايف ازاي في ظل الصعوبات ديت ماتش النهارده بين الاهلي واسوان؟ هو زي ما الكباتن قالوا لك على، او زي ما بلال قالك على وعلاء على فرقه اسوان، فرقه اسوان عندها من الميكانيزم في الملعب ان هم يلعبوا نص ملعب يقابلك فيه كويس، وفي نفس الوقت بيلعبوا على الاطراف، يعني يقدر يلعب كور على الاطراف مع تحركات احمد عبد الظاهر والناس دي، بتطلع يمين شويه بتطلع شمال شويه، بيعملوا هذا بس بيبقى فيه دعم، وعندهم سرعات الحقيقه. بالنسبه للنادي الاهلي وهو بيلعب اسوان او بيلعب اي حد، هو انت بتجعل اسوان في المباراه دي محدوده الشأن، يعني انت لما بتسمح لهمش مهما كانت قوتهم، مهما كان الحافز عندهم، مهما كان عندهم السرعات، اللعيبه كلها هتدي اكتر حاجه عندها، احنا ده متاكدين منه. انما انت تركيزك في ملعب ونص ملعبك وعدم الميز باص كتير بيخليهم خلاص، يعني يبقى اللعب مش منظم، يلعبوك على الكونتر اتاك بس، انما ما عندهمش بناء هجمه سليمه، خدت بالك؟ يطلعوا شكل الخليه زي الفرق الكبيره اللي بتطلع بشكل الخليه، بيطلع معاها الاطراف بتاعتها، بيستحوذوا وبيحزموا الامور من نص ملعب لفرود لدفاعات متقدمه كمان، فهو مش هيبقى بهذا الشكل الا اذا انت سمحت له. صحيح. هو الحقيقه كل ما بيلاقي فرصه، او تعرف ساعات يقول لك ايه، انا هخسر ايه، زي ما كان علاء بيقول لك اتعادلوا في اخر ثانيه بنقاوت، انا هخسر ايه، اخش وهاجم واعمل، ما بقاش فيه تمركز. فانت هتلاقي ممكن اتنين تلاته بيجروا ناحيه اليمين مع بعض عاملين عمليه ضغط، يعني مش هتلاقي الحاجات ثوابت اللي انت بتقول ايه 4 2 3 1، تلاقي 3 4 2 1، 4 4 1، 4 1 4، ما لهمش طريقه لعب الا الكره فين. الكره بتمشي يمين، احنا بنحاول هنا نضغط وما اعرفش ايه، شخصيه اللاعب بتاعت اسوان هي اللي تبقى موجوده بعدم معرفه اي طريقه بيلعبوا ازاي. أيوه. اذا كان هم او ما يوازيهم من الفرق اللي هي مهدده بالانتاج الحربي، وهم واعتقد دجله والفرق اللي هي قريبه فيهم المقاولين والبنك الاهلي، والبنك الاهلي والمقاولين، ودي الفرق اللي يمكن المقاولين اكثرهم ثباتا واكثرهم خطوطا واكثرهم بس أداعاً. لعب ماتش زياده، ما لعب ماتش زياده، انما عندهم سيستم، يعني انما الفرق دي يعني كتر خيرهم في وقت زي ده. صحيح. هيبقى مش الشكل عشوائي، انما الشكل مش منظم وممكن يجرح. ايوه. فما كانش انت مركز معاه وعارف. صحيح. الكره ماشيه ازاي يمين وشمال، وانت بتمسك الكره وانت عندك الايقاع انت اللي
هتمشي الدنيا ازاي ممكن الفرقه دي يبقى لها وجود في الملعب. طيب قبل ما نروح للكابتن علاء ميهوب هنقول مع حضراتكم تشكيل النادي الاهلي. تشكيل النادي الاهلي النهارده بيضم علي لطفي لحراسه المرمى، علي لطفي لحراسه المرمى، وناحيه اليمين كظهير ايمن رامي ربيعه، ظهير ايسر علي معلول، الاثنين اللي في القلب قلبي الدفاع ياسر ابراهيم وايمن اشرف، اثنين وسط دفاعي قدامهم اليو ديانج وعمرو السوليه، ورباعي المقدمه كهربا وحسين الشحات على الاطراف وبينهم قفشه، ومهاجم وحيد محمد شريف. هنقوله مره تانية، علي لطفي لحراسه المرمى، رامي ربيعه ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم وايمن اشرف، خط وسط دفاعي اليو ديانج عمرو السوليه، خط الوسط الهجومي والهجوم محمود كهربا والشحات حسين الشحات على الاطراف، وقفشه في الوسط، ومحمد شريف مهاجم وحيد، واحتياطي النادي الاهلي النهارده مصطفى شوبير لحراس المرمى، محمود وحيد، محمود متولي، العريس حمدي فتحي، مروان محسن، بدر بنون، سعد سمير، والتر بواليا، وجونيور اجايه. كابتن علاء الماتش اللي فات شفنا حاجه اتعملت يمكن ما اتعملتش من ايام مستر مانويل جوزي وانت كنت موجود في الجهاز معاه في احدى المباريات. المباراه اللي فاتت لقينا هي خطوه يعني الحمد لله اتت بثمارها، ان هو مستر موسيماني طلع ثلاثه من الدفاع وراح منزل ثلاث مهاجمين ولعب في اللحظات الاخيره بالثلاث مهاجمين دول على اساس انه ياخد الثلاث نقط، والحمد لله تحقق ليه الفوز والمكسب والثلاث نقاط. هي بتبقى قمه المجازفه. ايوه يعني انا ممكن تجازف في حاجه بسيطه. ايوه في مباريات انت بتعمل قمه المجازفه ممكن يعملها مدير فني هو عملها. انتوا كنتوا حاضرين في ساعه مانويل جوزي لما كنت حاضر يا كابتن بلال؟ طلع وائل جمعه. طلع بلال فروي. لعب وائل جمعه. كان اسامه كمان، كانت اسامه موجود كمان. حصلت مع مستر جوزي اكتر من مره على فكره. ماتش الاتحاد كان ماتش الاتحاد كسبنا 2-1. كانت مره كابتن اسامه كان لسه هو اللي موجود وانا كنت مره موجود معاه. كان لما بنحس ان الفريق المنافس ما عندوش غير هو بيدافع بس وتكتلات دفاعيه ومفيش اي فرص ان هو حتى يحاول يعني يستلم الكوره، كان بيعمل المجازفه دي، بيعملها كويس قوي كمان. ولكن مش في كل مباريات يا ايمن، انا بقول لك في مباريات انت هتبقى محتاج ثلاث نقاط فبتعمل اعلى ريسك ممكن تعمله. هو الماتش اللي فات عمله مستر جوزيه كان عملها قبل كده، لكن اللي بيريحك واللي خلاك بقيت مبسوط ان ثلاث نقاط صح اتت ثمارها زي ما بيقولوا. لكن هو مش كل مره هيحصل كده في المباريات، لكن هو بيديك درس ان انت ما تعلقش المباراه لانك تبقى اخر دقيقتين اخر ثلاثه، اللي هو تعمل حاجات انت مش حابب تعملها. على فكره المدير الفني مش بيحب يعمل كده، بس هو عشان عايز ثلاث نقاط طبعا فبيعمل خلاص بقى انا هعمل فيش قدامه حل، ما عنديش حل. هو ده انا بقى مش عايز اوصل لايمن لحته ما عنديش حل. لا انا عايز من بدايه المباراه كل حلول في ايدي انا، بالعكس انا عايز الفتره دي بيدي لا بيد عمرو، لا عايز انهي المباراه بسرعه ومطمن على اساس في لعيبه محتاجه تريح. حتى لو هتقول لي تريح يعني شوط، ايوه يا سيدي حتى لو تريح شوط بعد كده يبقى بالنسبه له مفيد. يعني النهارده بدر بنون مريح، ان كابتن شريف قال كلمه ان هو واضح ان بدر المباراه السابقه ما كانش مش هو بدر. على فكره الموضوع بدني وذهني وكل حاجه بدنيه، انت مش قادر فخلاص مش قادر تادي. خصوصا ان بدر على فكره بدر كمان مش اللي هو مش اللي بيعمل مجهود قوي، يعني بدر مش هو اللي بيعمل مجهود قوي جامد جدا، لا يعني ايمن مجهوده اقوى، لكن هي بتبقى حاله جسمانيه للاعب. يعني بدر تحس ان هو لعيب يعني مش قوي جسمانيا، مش اللي هو بتاع شغله قوي جدا يستحمل، لا. لكن مستر موسيماني وضح وكويس ان هو شاف رياحه النهارده، لكن في بديل، والبديل على فكره مش احتياط، البديل بيلعب على طول هو ياسر وجنبي ايمن اشرف. فانا بقول لك انا عايز اوصل ايمن ان انا من خلال المباراه، الفكره دي اعظم حاجه في الكوره دلوقتي، انت من خلال المباراه بتعمل روتيشن للعيبه للعيب نفسه كمان. مزبوط. يعني بغلب يعني تخيل كده بس، يعني المنظر يعني ايه متغير. المباراه السابقه انت غالب ثلاثه او اثنين او ثلاثه،
فخلاص مش هتطلب من اللعيب ان هو يجري. صح. انت كمدير فني مش هتطلب اللعيب يجري، مش عايز يجري، وهتريح بعض اللعيب، وهتريح بعض اللعيب، عشان كده بتعمل روتيشن واللعيب يريح نفسه جوه الملعب، لكن مش من المجهود الفاضي. انت شايف صح. اخر دقيقه صح. انا شفت كوره لديانج، واخد الكوره من دايره الخط 18 بتاعتنا احنا، وزقها لحد ما عدى دايره السنتر الناحيه الثانيه. انت هتكلم فيها النقطه دي لحاجه ثانيه، ماشي كمل يا كابتن. كويس. انت متخيل بخطوه مش طبيعيه، لا لا لا. واحد بيموت نفسه. انا مش عايز اوصل لدي يعني، ربنا يحميك. انا مش عايز اوصل لدي بقى، انا عايز اوصل ان لعيبته كلها تبقى هدوء راحه، مش عايز ابقى حمل بدني كتير. فالنهارده اللي بتمنى ان شاء الله النهارده بدايه تبقى قويه جدا، شخصيتك فرضها من اول ثانيه في المباراه. خلي بالك الجهاد البدني كمان بيأثر ذهنيا عليك. طبيعي ايمن، انت لما تبقى تعبان بدنيا في حاجات بتبقى عايز تعملها مش قادر، مش قادر. خصوصا بكل لعيب يعني عندك مهاره كويسه، مظبوط، انت مش قادر، انت مش قادر توصل للنقطه دي. خصوصا كمان لعيب يكون واحد من هو في نص الملعب اللي هو يعني بيعتمد على مجهود اكتر مش على على موضوع صح. مهاره صح. ده بقى يفرق معاك، ده يقللك جامد جدا. مزبوط. لكن اللي بتمنى النهارده بقول لك ان شاء الله توصل للمباراه من اولها فرش شخصيتك كويس قوي، شراسه هجوميه كويس قوي، دور على هدف، وبعد الهدف دور على الثاني، بعد الثاني يبدا انت اللي هتاقلم نفسك على المباراه. صح، زي ما قال الكابتن علاء اللي هو الاهلي بيبحث عن الثلاث نقاط، يبقى الثلاث نقاط يبحث عنها الاهلي بمجرد بدايه المباراه ان شاء الله. تعالوا نروح مباشره لملعب المباراه وزمايلنا الاعزاء كريم احمد وفاروق صلاح، اتفضل يا كريم. برحب بيك طبعا كابتننا كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك والكابتن الكبار وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يا رب ان شاء الله النهارده باذن الله كل التوفيق يكون مع النادي الاهلي في مباراه اليوم الاهلي واسوان على استاد بتروسبورت السابع مساء، وهي احد المباريات المؤجله من الجوله 17 من بطوله الدوري العام. تركيز كبير الحقيقه كابتن ايمن، ومباراه النهارده تكون اصعب من المباراه السابقه. طبعا انت عارف ترتيب اسوان، وعنده يعني عنده امل اكيد وعنده فرص كبيره جدا طبعا ان هو يحاول ان هو يلعب قدام النادي الاهلي بكل قوه، لكن النادي الاهلي مركز بشكل كبير، ويمكن المردود كان رائع جدا المباراه الاخيره، مباراه النادي الاهلي استطاع ان يفوز فيها في الثواني الاخيره نتيجه 3-2، فده امر مهم جدا وبيدي دفعه الحقيقه. كابتن سيد موسيماني، كل اللعيبه الحمد لله يعني تركيز وكلامه احاديث مستمره مع اللاعبين على اهميه هذه المباراه، ويمكن خلاص بقى دي هتعتبر اخر مباراه مع ايقاف الدوري وبطوله الدوري وكاس مصر، فان شاء الله النهارده ختام يكون جيد جدا لفريق النادي الاهلي بثلاث نقاط يوصلونا للنقطه 58 عن المنافس، تبقى ثلاث نقاط ليصل للنقطه 61، فيا رب ان شاء الله بس ما نسبقش الاحداث ونشوف الجيم النهارده. نقطه سريعه بس يا كابتن ايمن حابين نتكلم عليها، والحقيقه هي ارضيه الملعب. يعني بنتمنى ان على طول لما بنكون متواجدين في استاد بتروسبورت يتم رش ارضيه الملعب، لان الارض اكيد بتكون صلبه شويه، استاد بتروسبورت ضيق شويه احنا عارفين، لكن ارضيه الملعب اما بيكون في بعض المياه عليها بتسهل بشكل كبير جدا الباص، التاكلينجات ما بقاش فيه يعني التاكلينج ممكن يعور لعيب، الترنات ممكن تعور لعيب، فبنعمل ان شاء الله باذن الله ان نشوف خلال اللحظات القادمه رش الملعب، لان الامر ده بيريح الفريقين وليس النادي الاهلي فقط. ده امر مهم جدا كنا حابين نتكلم عليه في البدايه، لان ارض بتروسبورت صلبه شويه، مع رش الميه الامور بتكون طيبه شويه، لكن بجانب كل الامور دي الحمد لله لعبتنا مركزه. التشكيل اعلن، انت عارف يا كابتن ايمن، خلاص رامي ربيعه يا رب يوفقه النهارده في مركز الباك رايت مع حسين الشحات مع كل اللعيبه ان شاء الله النهارده، يا رب ان شاء الله ثلاث نقاط تكون من نصيب النادي الاهلي. وصل بالتاكيد طاقم الحكام، تفقدوا ارضيه الملعب مع بيتسو موسيماني مع الكابتن سعيد عبد الحفيظ كعادتهم، يعني ان شاء الله باذن الله تكون كل الامور والمناخ والظروف معانا ان شاء الله، مع درجه الحراره 38 ورطوبه عاليه شويه، لكن يعني الساعه 7 ان شاء الله بنعمل ان الجو يكون احسن من كده شويه ويساعد النادي الاهلي ان شاء الله في حصوله على ثلاث نقاط، هيساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا في قربه للمنصه والحفاظ عليها ان شاء الله. كابتن ايمن شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، ومن كريم هنروح لزميلنا فاروق صلاح، اتفضل يا فاروق. كل الشكر للكابتن ايمن شوقي، والشكر موصول لضيوفي الكرام كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، الكابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من استاد بتروسبورت اللي بيستضيف احداث اللقاء الاهلي واسوان ضمن فعاليات الجوله 17. عايز اقربك يا كابتن ايمن واقرب كل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي من فريق اسوان. نقدر نقول ان فريق اسوان عسكر هنا في القاهره منذ يوم 29/6، وعقب اقاله الكابتن علاء عبد العال لهزيمه فريق اسوان من فريق وادي دجله باربع اهداف،
تولى المهمة الكابتن أحمد مصطفى بيبو خلفا للكابتن علاء عبد العال. طبعا قاد الفريق في لقاء واحد رسميا هو لقاء سيراميكا اللي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. لكن النهاردة الكابتن أحمد مصطفى بيبو اللي بنتمنى له كل السلامة بيغيب عن القيادة الفنية لفريق أسوان نظرا لإصابته بفيروس كورونا. طبعا بنتمنى له كل السلامة. النهاردة هيكون موجود على القيادة الفنية هو المدرب العام الكابتن أحمد سيد مارادونا اللي تولى أيضا القيادة الفنية المدرب العام مع الكابتن أحمد مصطفى بيبو. خلال فترة الشهر من منذ 29/6 طبعا فريق أسوان بيعسكر هنا في القاهرة خاض 3 لقاءات ودية أمام منتخب الدرجة الثالثة وانتهت بفوز فريق أسوان ب3 أهداف مقابل هدف، ثم تلقى الهزيمة من فريق سيراميكا بهدفين مقابل هدف، وكانت آخر لقاءاته الودية استعدادا لمباراة النادي الأهلي بتعادل إيجابي بهدفين أمام فريق وادي دجلة. نظرا طبعا لأهمية اللقاء بالنسبة لفريق أسوان، اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة أسوان فرض أو يعني كنوع من الحافز يحفز اللاعبين بوعد اللاعبين بمكافآت مجزية في حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي. خلال يعني منذ لحظات الكابتن أحمد سيد مارادونا المدرب العام اللي بيتولى القيادة الفنية أعلن تشكيل نادي أسوان لهذا اللقاء. النهاردة بيمثله في حراسة المرمى عمر رضوان، قدامه 2 مساكين محمود شبانة ومحمد العشري، في الشمال عمرو الحلواني، وفي اليمين اللاعب الغاني سالمون من منسا، في منتصف الملعب إيمانويل إيجبتور وعبد العزيز موسى، قدامهم 3 أحمد الألفي أشرف مجدي أحمد صغيري والرأس الحربة أحمد خالد. دي كانت كل الكواليس كل الأخبار لفريق أسوان قبل انطلاق المباراة. من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن شوقي وضيوفي الكرام. شكرا شكرا جزيلا للزملاء الاعزاء كريم احمد وفاروق صلاح. كابتن اسامه، يمكن كابتن علاء هو بيتكلم على الكره بتاعه ديانج الماتش اللي فات، يمكن في بعض الاوقات كان في بطء في التحضير زايد عن الحد من لعيبه النادي الاهلي في بدايه الهجمه. لو شفنا الكره بتاعه اليو ديانج دي كانت في اخر المباراه قطع بيها يمكن اكتر من 35 متر، لدرجه ان حتى محمود وحيد جه عشان يستلم منه يا اخي قال له ابعد يا اخي وكمل ودى الكره، وصل الكره لعلي معلول وعمل كمان اوفر لاب من ورا في 3 لمسات بالظبط وصلنا للجول وقدرنا نجيب جول. الماتش اللي فات يا ايمن كان مفتوح جدا مننا ومن فرقه الانتاج الحربي. تاني تايم وسط الملعب هنا وهنا كان في مساحات كبيره جدا، صحيح كان سهل اي حد يتحرك فيها. فبما ان ديانج احنا قلنا ان هو كان افضل لاعب في المباراه وبدنيا تحس انه كان اكتر لعيب فرقه النادي الاهلي واقف على رجله، كان قادر لغايه اخر وقت. الكره دي كمان متاخره يعني في اخر دقيقه دي، ده دليل على تحمل كبير، قوه، لانه دي فيها تحمل وفيها قوه وفيها سرعه، كل ده من اول خط ال 18 لغايه لما وصل تقريبا لقبل ال 18 الثاني ب 3 4 يارده. وبتكلم على نهايه المباراه، انا بتكلم على نهايه المباراه كمان، فده تحمل كبير وجهد بدني غير طبيعي ورؤيه كمان ان هو شايف انه ما هو انت ايمن المساحات وروح طبعا وروح، بس انا بتكلم على الرؤيه عشان حاجه معينه بس، حته البطء في التحضير اوقات كتير جدا بيبقى التحضير ممكن يبقى اسرع من كده ولكن احنا برضو بنزود فيها شويه. مظبوط، ما انا بقول لك بالذات الماتش اللي فات كان في خلل في وسط الملعب تحديدا. بص ايمن، وسط الملعب هو اللي بيعمل بص كابتن هي الكوره، بص هو خد الكوره منين، بص محمود ابعد يا اخي، بص المساحات، وكمل لو في ماتش برضو يعني وراح يعمل اوفرلاب كمان مكمل. طبعا اتعمل جهد فيها غير طبيعي، رائعه. طبعا جهد غير طبيعي واوفر حلو قوي من علي معلول وهدف جميل من فكرنا بمباراه الكابتن مصطفى عبده نجم الاهلي السابق وكابتن عمر عبد الله نجم المحل السابق، اوفرات من اللي هي يعني عايزه حد بس يحطها جول. مظبوط نسيتني وكابتن اسامه عرابي اقدر اديني كذا كوره ما اقدرش انساك وكابتن شريف وانت تتنسي وكابتن شريف عبد المنعم، بس كابتن شريف كان بيحط الجول على طول. لا ماشي، فبقول لك الوسط الملعب هو اللي بيعمل لك سيطره واستحواذ. الملعب كان مفتوح قوي وانت شفت المسافه دي، لو في ماتش طبيعي يا ايمن ومقفول انت ما تقدرش تطلب من 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 ديانج ان يجري بالكره المسافه دي كلها. يعني في ماتشات طبيعيه صح. انت بتلعب بتخلق مساحات بسرعه الاداء وتحركات اللعيبه. انت اي مباراه يا ايمن نمره واحد عايز تخلق فرص
بتحاول بتدور على المساحات الخاليه بتحركات اللعيبه وسرعه الاداء. صحيح. تمرير سريع من لمسه واحده تحركات اللعيبه، لكن احيانا الجري بالكوره انك تكسب مساحه ملعب برضو ممكن تعملها بالجري بالكوره، بس صحيح. دي بتبقى قليله لانك انت الماتشات دلوقتي بتبقى مقفوله مظبوط في العالم كله، فكون ان ديانج عنده القوه والسرعه وشاف ان ملعب مفتوح فرقه الانتاج الحربي تقريبا ما فيش حد بيدخل عليه، فرؤيه جيده منه ان يوصل للمرحله ديت ويديها لعلي معلول اللي عمل كروس كويس. ال 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 انا عايز بس اتكلم على فرقه اسوان في حاجه مميزين قوي في الضربات الثابته. عمرو حلواني بالذات، بس خلينا نقول فرقه اسوان الاول تشكيلي هيبقى عمر رضوان لحراسه المرمى، والطرفين ناحيه اليمين سولمون منساه، وناحيه الشمال عمرو حلواني، الاثنين اللي في القلب قلب الدفاع محمود شبانه ومحمد العشري، قدامهم اثنين وسط مدافع ايمانويل ايجابتور وعبد العزيز موسى، قدامهم ثلاثه ده اللي على الورق 4-2-3-1 بنفس الطريقه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي، اشرف مجدي واحمد صغيري واحمد الالفي، وقدام مهاجم وحيد احمد خالد. هنقولها مره ثانيه: عمر رضوان، سلمون منساه، عمرو الحلواني، محمود شبانه، محمد العشري، ايمانويل ايجيبتور، عبد العزيز موسى، اشرف مجدي، احمد الالفي، احمد صغيري واحمد خالد. البدلاء طلعت الجبلاوي، محمد خليفه، احمد عبد الظاهر، سيد فريد، هيثم الفيل، محمد جمال تريكا، محمد اسامه، عمرو ناصر واحمد بيليا. اتفضل يا كابتن. ناس كتير قوي. فانا بقول لك ان هم مميزين قوي في الضربات الثابته. عمرو الحلواني بيعمل الكرات العرضيه كويس قوي سواء متحركه او ثابته، فاولات الجانبيه او في ال 18، وشفنا له اكتر من هدف السنه دي. صحيح. هو مؤثر فيه بنسبه 90% في اللي كسب فرقه اسوان فيها. الحاجه الثانيه شبانه هو الهداف بتاعهم رغم ان هو سردباك، وبرده جابر، بس جابر النهارده ما بيلعبش، الاثنين سردباكات، واحد جايب 4 تجوان وواحد جايب 3 تجوان، ده معناه ان هم في الكور الثابته مميزين جدا. انا بقول لك هم مميزين في الكور الثابته. عمرو الحنواني بيرفعها كويس قوي، صح، وشبانه وجابر بيجيبوا منها اجوان، يعني ده جايب 4 تجوان وجايب 3 تجوان رغم ان هم اهدافهم كلها 21 هدف اقل تاني اقل لا اقل هو المحله بعد يعني المحل بعد المحل هم واحد وثاني هم وثاني اقل خط دفاع مظبوط 45 بعد الانتهاء. فهم عندهم مشاكل في موضوع التهديف، لكن هم بيركزوا قوي في الضربات الثابته من الحلواني ومن شبانه والعشر اذا طلع او صحيح. لو احمد عبد الظاهر بيلعب او لو محمد جابر بيلعب مظبوط. طيب كابتن بلال، عايزين نتكلم طبعا المباراتين الاخرينتين فيهم كان شد عصبي جامد جدا، وطبعا في غيابات مؤثره، ولكن اللي عايز اقوله ان في بعض الاخطاء، ولكن في بعض الاخطاء الخارجه عن ارادتنا وعن لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. تعالوا نشوفها مع بعض دلوقتي على الشاشه. ماشي، شوف الاخطاء. طيب ده اول خطا كابتن بلال. بتكلم عن التحكيم مش كده صح؟ بتكلم عن التحكيم طبعا. احنا بس هنتكلم بالورقه والقلم يا كابتن لو سمحت. بيراميدز الدور الاول، ده ماتش بيراميدز، ده الدور الاول. ضربه جزاء لمحمد شريف. ماشي، جزاء، والحكم طلع اعتذر بعديها على فكره بالظبط بعد الكره دي، وقال ان بس الماتش ده في الكره دي كان الكابتن جهاد جريشه على ما اعتقد، وما رجعش للفار ولا الفار ده، والماتش ده نفسه كان فيه جول كمان لبواليا وبرضه لم يحتسب، لوالتر بواليا لم يحتسب، اللي شريف اكرامي شريف وقعت الكوره ووقعت من ايده وبواليا حط اهي اللي هو حسبه فاول، حسبها فاول على بواليا. ادي نقطتين ماتش بيراميدز. خلينا نحسب مع بعض بالورقه والقلم. تمام ماشي، ادي نقطتين ماتش بيراميدز. كويس، ماتش المحل الفاول كمان، الفاول ما فيهوش حاجه، الكوره دي مش خالص اصلا. بص بقى اللي جه منه الجول، هو ده مش فاول اصلا، كان في حته ثانيه تركيز. هو رامي ربيعه خد الكوره قبل مهاجم المحل. طب
طيب نشوف الكره دي كمان دي طرد دي كمان كارت احمر دي طرد كارت احمر طبعا وده ما اتحسبش هو اداله ايه انا ما شفتش حسب لنا الفاول ما ادوش حاجه خالص ده قعد في الكره دي بدال 3 دقايق خلي بالك ده واحد رايح للجول رايح انفراد يعني دي حلها الوحيد كارت احمر لا وهو مصفر كمان ورايح ومدي قرار وشايف وشايف يعني ان الشريف لو عدى طيب وادي في نفس المباراه كره لمحمد هاني بنالتي انت بتتكلم عن ماتش المحله اللي هو ده ماتش المحله اللي فيه جول ايوه الجول بالظبط الجول اللي الفاول هي مش فاول وطرده بنالتي وكارت احمر طبعا لمدافع المحله انه ده على وبنالتي محمد شريف وادي كره طبعا ادي نقطتين كمان ماشي طيب اللي بعده جون ايمن اشرف في البنك الاهلي اهو لو كلنا فاكرينه مع بعض ماشي يا كابتن ده الجول اللي فيها اللي حسبها فاول ادي نقطتين كمان الحرس. البنك الاهلي ده ماتش سرقه البنك الاهلي اللي تعادلنا فيه ماشي 0-0 مش كده يا كابتن صح ده اللي تعادلنا فيه ده اللي لعبناه في اجواء غريبه جدا هو حتى لو ما نطش كان هيخش جون لوحده الحارس ماشي بس خد بالك كابتن دي برضو انا ما اعرفش الديسيجن ان انا كان للفار ولا لان هو استرجع الفار في الكره اللي فاتت ده كابتن علي ايوه كابتن بص يا كابتن الكره دي والكره دي بص اتحسبت ازاي يعني عايزين واحده واحده كابتن علاء كابتن شريف كابتن اسامه بص الكره دي واحنا هنا في الاستوديو قعدنا نتكلم هو في ايه ده حتى لو شافوها بره هيتاكدوا مليون في الميه ان الكره دي ما فيهاش اوفسايد الكره ما فيهاش اي حاجه اوفسايد ما فيش اوفسايد خالص على الناحيه اليمين مغطى فاول ده اوفسايد ده تسلل لا اللاين اللي رفع يا كابتن قلب الدفاع اللي هو ناحيه بص يا شريف اللمان هيرفع بعد الكره لما تروح محمد مجدي والغريبه الفار جبناها جون وراح حكم حسب فاول علينا في نص الملعب لا دي اوفسايد دي حسب اوفسايد اهي ما فيهاش اوفسايد خالص هو هناك مغطي الراجل اللي هناك مغطي اهو برجله واضحه يعني ما فيهاش حاجه خالص وما كانش في فار في الماتش الفار كان بعافيه شويه كانش موجود الفار كان بعافيه شويه طيب ايه ده بص على اللي بعدها يا كابتن بقى ماتش وادي دجله لو كلنا فاكرينه اوبس يا نهار ابيض علينا ده محضر وبنالتي ايه ده هتابع علينا ده كمان نزل عليه بطاطه يعني بص هو داخل يا نهار ابيض وادي اتنين ادي نقطتين كمان ماتش وادي دجله يعني احنا بنتكلم عن لعبتنا في بعض الاوقات ولكن خلينا بالنقط لحد دلوقتي عندك 2 4 6 8 نقط لحد حتى الان 8 نقط حتى الان وانا كمان ايه ما حسبتش فيهم ماتش المحل يعني انا ما حسبتش كمان ماتش المحل لو احسب ماتش المحله ادي 2 يبقى احنا كده بنتكلم على 10 نقط الفاول بتاع المحله ده انا بقى لا ده انت فاول وطار 10 نقطه ده انت اتغلبنا ده انت فاول وطار احنا اتغلبنا خسرنا 3 نقط مش نقطتين فدي فاول يعني الجول اللي جه في النادي الاهلي دي ضربه حره دي مش يعني وحسبها فاول هي مش فاول ما فيهاش حاجه خالص يعني يمكن كل الحكام طلعوا في كل الاستوديوهات التحليليه لكن الكره دي ما فيهاش اي حاجه خالص يعني مش فاول صحيح. فانت حسبت فاول تسجل منها هدف وبعديها كارت احمر للاعب غزل المحله يعني اتحسبت فاول من غير اي حاجه يعني اخطاء تحكيميه يعني صحيح يعني المفترض ان يعاقب عليها القانون على فكره ده انا بقول لحضرتك ايه ده احنا ايه عشان بس عندنا الماتش جبنا حاجه على السريع انا بقول لك دي يعني ده غير عايزين غير الماتشات اللي انت كسبتها يعني طبعا وبرده ما تحسبلكش فيها حاجات او تحسب عليك فيها اخطاء ما تتحسبش فانت بتتكلم مثلا لما تيجي انت بتطالب لجنه الحكام او بتطالب الحكام نفسهم يا جماعه انه يعني انت بتلعب ماتش يعني بتحكم ضد فريق بيلعب على طول الموضوع صعب على فكره مش سهل صح يعني والقرار فيه مهم جدا ومؤثر بشكل طبيعي يعني انت تخيل النهارده انت بتعد في عندك 10 نقط او 11 نقطه تقريبا 11 نقطه ضايعين من النادي الاهلي انت بتتكلم دلوقتي في فرق 11 نقطه كمان للنادي الاهلي طبعا فرق 11 نقطه للنادي الاهلي انت بتتكلم على 3 ماتشات ونقطتين كمان في حاجات واضحه ووضوح صريح وفي حاجات ممكن يبقى فيها يعني ملابسات مع الحكم لكن في حاجات واضحه وضوح صريح يعني الكره التسلل دي لو الفار الطبيعي ان هو اللي بيحسب الكره البنالتي لما ترجع للفار الطبيعي ان هو يحسب صحيح يعني في حاجه بتاعت الغزل المحله طبيعي ان الحكم بس دي في نص الملعب طبعا فالفار مش هتدخل
فدي رؤيه حكم. ففي حاجات كتيره جدا المفترض وانت بتتكلم فيها وانت حكم لازم تاخد بالك وتركز قوي في الماتشات المهمه والكبيره دي. أي. لازم تركز جدا لان انت النهارده اي نقطه بتضيعها على فرقه بتنافس دي بطوله، بتضيع بطوله مش بتضيع ماتش واحد فقط، سواء فرقه بتنافس او فرقه بتصارع على الهبوط. انا بكلمك في كل الحالات يعني الفرقه اللي بتصارع على الهبوط الماتشات لما بتبقى مع بعضها بالنسبه للحكام بتبقى سهله شويه بالنسبه للحكام لان المعلقه مفيش سبوت جامد عليها. أيوة. يعني انت النهارده النادي الاهلي الحكم بيبقى عليه رقابه شديده جدا، التلفزيون بيذيع، في عندنا كابتن ناصر عباس النحادي وفي القناه الثانيه في محللين تحكيم برضو قاعدين برضو بيدققوا في كل، فالنهارده هو عايز يدخل الماتش ويخرج منه سليما معافى. صحيح. فدي بتبقى صعبه جدا الحكم، فبتضيع كتير من تركيزه، بتاخد من تركيزه لما كانش عنده يبقى ثقه في نفسه. يعني النهارده الحكم بتاع جنوب افريقيا حكم رائع جدا جدا جدا، وبعدين في نقطه مهمه جدا يا كابتن برضو انا ملاحظها، يعني قليل جدا من الحكام المصريين لما تلاقي واحد لياقته البدنيه عاليه جدا. أي. انت بتلاقي قرارات يبقى الحكم بينه وبينها 30 يارده يعني في نص ملعب الكره في ال 18 وانا بكلمك جد، وبتلاقيه بيحسب. طب انت شفت حاجه؟ لا ماشي مش مهم. أي. فبتضيع عليك حاجات كتيره جدا سواء في الحالات الهجوميه او الدفاعيه. أي. انت لازم النهارده وبنشوف حكام يعني اوفر ويت يعني تمام. فيعني الامر صعب يعني مش عايزين نكتر في الحته دي قوي، بس عايز اقول ان التحكيم ده اهم عنصر في اللعبه يا جماعه، اهم عنصر في اللعبه هو التحكيم. لو ما كانش الحكم يبقى على قدر المسؤوليه طبعا. وامكانياته جيده وراجل عنده موهبه ولياقته البدنيه تسعفه صحيح يبقى الحكم ده عنصر من اهم عناصر نجاح اللعبه، هو العنصر الاساسي صحيح. طبعا طبعا. طيب هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار على تشكيل نادي الاهلي وتشكيل ان شاء الله فرقه اسوان. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شايفين النهارده اربع تغييرات في قائمه النادي الاهلي الاساسيه، نبتدي مع حضرتك بياسر ابراهيم. احنا فتحنا اول حوار على بنون باجهاد عام، واضح ان هو محتاج راحه يعني استشفاء يعني عادي جدا، يمكن يكون كمان في شك ان هو عنده ارهاق في العضلات وحاجات كده، فده بيروح بنهوي اللاعب شويه ومساجات بقى وحاجات كده، يعمل مساج، يعمل اندر ووتر مساج وبتاع، بيرجع بني ادم تاني خالص يعني محتاج 72 ساعه يعني. بالنسبه لرامي ربيعه ناحيه اليمين محمد هاني مش موجود خالص يعني، لا ده ثلاث انذارات. طيب يعني ده تغيير طبيعي، ولعب قبل كده ولعبها في المباراه الحبيه اللي لعبها، ما هو اكرم مش موجود ومحمد هاني ثلاث انذارات، مفيش قدامنا غير رامي ربيع. وربيع خبره يعني، ربيع يلعب في اي حته، يلعب في نص الملعب، يلعب ناحيه اليمين، ولعب الحته، ولعب في المكان ده كده. اقول لك لعب مرتين ثلاثه، لعب فيه قبل كده اكتر من مره، ما عندناش غربه يعني في الحته، وبيطلع وبيعمل عرضيات وبيعمل كل حاجه وعلى حسب مجريات اللعب هتحس بيه ان هو مفيد، مش ان المكان مش صعب عليه، المكان مش صعب يعني. صح. طيب كابتن علاء، خلينا عمرو السوليه واليو ديانج ده اللي لعبوا الماتش اللي فات، حسين الشحات بدأ المباراه النهارده على حساب اجيه. تغييره بتاع حسين المباراه السابقه كانت تغييره مفروخه جدا، بس موجود كويس واحرز هدف. اجيه لسه اجيه لسه ما دخلش الفورمه اللي الناس كلها عارفاها عليه، اللي هو اللعيب بيفرق زايد شويه في الوزن يعني كمان. هي دي كنا زمان كنا من فتره بنتكلم هنا ايمن في الاستوديو بيقول لك في لعيب بيتاثر بوزنه جامد جدا. المثال قدامنا اجيه، بس مش قادر يرجع بسرعه، مش ما هي دي بقى مشكلته هو، لان اكيد موضوع الدكتور التغذيه اكيد بيعملوا تغذيه، واكيد طول ما هو في النادي الاهلي او طول ما هو في معسكر هو ملتزم. أيوة. عشان كده المعسكرات بالنسبه لاجيه دي افيد حاجه مفيدة. ممكن بره ممكن يكون بيلخبط في الاكل. أيوة. لكن هو متاثر بزياده وزنه يعني، عشان كده بدا بحسين الشحات النهارده، هو مستر موسيماني بيدور على، هو عايز دفع هجوميه جامده، عايز ضغط هجوم جامد، عايز ناس ما بتاخدش وقت عشان تخش المباراه. اجيه من نوع برضه تحس ان هو بيدخل المباراه واحده واحده، خصوصا الفتره اللي هو زايد فيها شويه، لكن هو كلاعب كوره ما فيش حد يختلف على اجيه، لكن الفتره هو فيها دي ايمن لا مش اجيه مش مفيد. أي. فتره انت محتاج عايز مباريات سريعه تخلصها بسرعه، مش عايز الموضوع متعب. لكن انت ماتشات يعني مضغوطه جدا ولعبتك في فتره مجهده جدا، فانت مش عايز جري عشان كده. أيوة. النهارده اعتقد تبدا بحسين الشحات طب بنفس طريقه 4-2-3-1 الطريقه المعتاده، اكيد طبعا الطريقه المعتاده والمحببه للعبة نادي الاهلي. ايوه بالشكل او بالامكانيات الموجوده في الملعب دي اعتقد التشكيله المناسبه.
طبعا اكيد ما كانش هيبدا النهارده بحمدي فتحي استحاله يعني كان هيبقى صعب هيبقى كتير عليا انا كمان قوي يعني ان هو يبقى وانا مستغربها بس ماشي يعني هو موجود في موجود في القائمه لكن ما اعتقدش يعني وانا كان نفسي في حاجه ايه اتفضل واحنا في ظل الغيابات والحاجات دي ممكن يلعب 4-3-3 يعني انا كان نفسي لا انت قصدك يلعب براسين يعني حرب يعني ويستغنى عن طرف من الاطراف مش عايز اقول لك يلعب 4-2-1 4-2-1-2-1 انت بتحب دايما ان هو يلعب براسين حرب عايز حد مع محمد شريف كثافه هجوميه عايز كثافه هجوميه يريح لي الكور العرضيه دي من الاول يعني ليه انا بستنى اتاخر قوي عشان ابتدي ادعم براس الحربة في اخر 30 دقيقه او اخر 25 ده ستايل لعبه ايه رايك ده ستايل لعبه انا رايي ما اتغيرش في الطريقه ده ستايل لعبه كده انت بتغير في الاخر هو بيرجع تاني يعمله انت ما دام تكون مضطر يعني لكن كمدير فني طب ما هو افكتيف في كل مره بيعمله بيبقى طب ما هو بس هو معظم مبارياته بيبقى مثمر جدا معظم مبارياته اللي كسبها مثمر جدا اللي بيلعب النادي الاهلي كويس وبيكسبها كويس قوي 4-2-3-1 لكن في بعض الاوقات انا بتفق معاك مثلا المباراه السابقه دي لا كان لازم يخطط طبعا هي انا مش عايز اوصل ان انا اغير حتى في شكل ادائي الا اوقات ما بقى مش هسيبك برضو مزنوق اتفضل مش هسيبك لما بنعمل كده ايوه بتبقى مثمره جدا وبنجيب جوان ايوه ما اللي احنا بندور عليها ال 60 دقيقه اللي فاتت كابتن لما بنكون مزنوقين لما فهمت قصدي انا عايز اوصل ليه ده كابتن شريف بس مهمه في وفي شكل تعويضي لنص الملعب انت النهارده انت بتعمل كده امتى لما تكون 10 دقايق 7 دقايق بالظبط انما لو عملت كده يعني اثناء الجيم نفسه الفرقه الثانيه عندها فرصه ان هي برده تخترق دفاعاتك وتخترق نص الملعب وهيبقى عندك يعني بص يا بلاش انت لما بتلعب 4-4-2 انت بتستغنى عن عنصر مهم جدا في نص ملعبك محمد مجدي او رقم 10 تستغنى عنه او هتلعبه على الطرف او هتلعبه على ما كده انت استغنيت عنه أي. انت كده بتستغنى عنه وده مش الشكل اللي انت بتحبه انت صحيح. بتحاول تستغل كل امكانيات لعيبتك اللعيب اللي انت بتدور عليه دايما يبقى راس الحربة الثاني ما ينفعكش في البدايه خلاص نلعب 12 والله بتكلم بجد ما ينفعش انت عارف يا كابتن علاء ممكن لا استنى كابتن شريف انا هقول لك ينفع ازاي انا اقول لك ينفع ازاي ما هو في حاجه ينفع لو استغل محمد شريف مش ان محمد شريف مميز انه بيلعب في طرف على الاطراف وبيخش راس حرب ماشي انما ما اقدرش ابعده في الفتره دي اللي هو شغال جوال وعمال يجيب جوال ما شاء الله انت بتسال وجوه على انه يلعب 4-4-2 يا كابتن 4-4-2 يعني محمد شريف جنبيه حد ما انا قصدي ايوه ما ده اللي انا قصدي والله بدون مسميات انا ده اللي انا قصدي لا انا بدور على يبقى على الخط وواليه مثلا راس حرب ايمن قرب يعني انا محمد شريف ناحيه الشمال مكان كهربا وواليا مثلا هو راس الحربة طريقه اللعب وهشوف كتير قوي الاثنين بمثابه اثنين راس حربة ممكن طبعا دي اللي انا بدور عليها في الثلاث ماتشات اللي فاتت مش من قبل كده بس بس يعني بس هو زي ما برجع لها يا كابتن شريف ايمن برجع لها بعد برجع لها في اخر الماتش لما يكون مضطر عشان مضطر لما يكون مضطر فاهم انت يعني ثانية واحدة لو بتلعب 4-2-3-1 واول 10 دقايق ربع ساعة جول في 2 وخلاص انت كده تمام عملناها قبل كده خلص عملناها كتير انت هي المشكلة انت دايما يا كابتن شريف بتدور على الاختيار الثاني او الحاجة الخطة الثانية لما تبقى مضطر انما انت ليك شكل وليك اسلوب انت بتحبه حتى لعيبتك بتحب كده لو معايا 6-7 علاء اللي هم في الاولمبياد دول انا ما مش هتكلم في 6-7 في الاولمبياد دول اللي هو محمد طاهر وناس اللي فيهم 3 اساسيين اكرم توفيق لو موجودين عندي انا مش هطرح الحاجات دي لان هيبقى الملعب عندي متقفل صح الزحف صح ليه ما الناس دي موجوده معاك من بدايه الموسم لسه سايبينك الفتره دي يا حبيبي ماشي بس انا في فتره انا ببقى دلوقتي عندي تدويره جوه الملعب زي تدويره الباك رايت اللي راح مني ده فاضطريت ان انا اودي رامي ربيعه باك رايت انا ليه انا النهارده ما افكرش ان انا بحفز الناحيه الهجوميه بتاعتي ايه يلعب 3 ورا بس محمد يعني شريف الماتش اللي فات ليه قعد لان محمد شريف المره اللي فاتت كان مجهد ولازم ياخد شويه لا ليه انا النهارده بدي محمد شريف ليه ما عملوش سبورت بواحد ريفريشمنت جامد قوي خدت بالك بيراعوا في الحته دي انا ما اقصدش اكتر من كده مش في تغيير طريقه اللعب ما فيش انا في الشخوص انا بتكلم في الشخوص لا هو قصده انه ممكن شريف يعني مثلا يلعب على الطرف هتخسره انت راجل وقت الاهداف بتاعك لا تعرفه كده اساسا ما هو بيبقى وهجيب واحد تاني ممكن العكس ايوه بس ممكن بواليا هو اللي او بواليا يا بابا لا 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 بواليا خطورته في منطقه 18 عمره ما لعب على الطرف ما يطلعش بره ال 18 بواليا عمره ما لعب على الطرف انت عارف طريقه 4 انت النهارده لما تيجي تغير الطريقه في اخر الموسم ونص الموسم انت محتاج عشان تشتغل بطريقه معينه انت بتتمرن عليها في فتره اعداد واثناء الموسم كل حاجه عشان تغير طريقه لعبها يا كابتن شريف
يعني اخر الموسم او في تلاحم الماتشات كمان في مهام كتيره جدا لازم هتتغير عند اللعيبه في التمركزات والوقفه ومين هيتغطي ومين هيشتغل. بقى النهارده انت بتشتغل باثنين ميدفيلدرز انت معنى كلامك انت تشتغل بواحد بس في ماتشات كمان. لا 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 يا كابتن ازاي ما هو بص يا بلال هي قاعده كلامك مظبوط 100% قاعده دي. لكن احيانا ممكن مجبر. انا بلعب فرقه زي اسوان مع احترام الكامل ليها يبقى عندي اكتر من واحد جوه ممكن جدا ما يبقاش عندهم ضغط هجومي كتير ممكن اروح مستغني عن حد حالته مثلا مش كويسه قوي يعني مش عايزين نجيب في نص ملعبك مثلا وتلعب وتزود واحد تحت الفيرود مقبول انت قصدك من بدايه المباراه ممكن من بدايه المباراه احيانا انا مش بقول أحياناً قاعده بالزبط. قاعده يبقى لازم اغير لا قاعده ليك سيستم وطريقه لعب اساسيه طبعا. اقسم بالله انا الثلاثه باللي عنده فرح اول امبارح يلعبوا في النص قدامهم قفشه واثنين فراوده دي نقولها بقى نشوفها مع كابتن اسامه عرب. كابتن اسامه انا لو انا ثلاثه اللي هم بيهم حمدي فتحي ولا الحمد لله ان انا بفكر برضو عشان الناس تبقى ايه تعرف ان احنا بنتكلم ساعات باسلوبهم بتفكيرهم يبقى عندنا اللي انت بتقوله واللي انا بقوله خدها ونشوف الدنيا بتمشي ازاي لان الدنيا بتمشي في اخر تلت ساعه باللي انا بقوله ان شاء الله ما نوصلهاش يعني باللي انتوا بتقولوه خدت بالك خلال ال 60 70 دقيقه احنا بنتمنى في ايه ان شاء الله تخلص من بدري اهداف من الاول خالص تغنينا عن اي تدويره باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن اسامه للمباراه الثالثه على التوالي مستر موسيماني بيضع ثقته في محمود كهربا وبيبتدي بيه في القائمه الاساسيه. ما هو نفس الكلمه اللي كنا بنتناقش فيها دلوقتي دلوقتي الاجنحه عندك مش موجود الا غير في طاهر في المنتخب الاولمبي طبعا بنبارك لهم ربنا يوفقهم من الماتش الجاي مع البرازيل ان شاء الله باذن الله. عندك اجايه مش في الحاله الطبيعيه بتاعته لان اجايه كان فتره من الاساسيين في فرقه النادي الاهلي ادي اتنين. عندك كهربا والشحات حتى انت بره في الاحتياطي مفيش جناح ايوه فهو انت لو الفكره اللي الكابتن شريف بيقولها انه احيانا ممكن مثلا واحد زي كهربا اذا يعني في بعض المرات قاعد مثلا وبيلعب بواليا او شريف بس هو حاطط جونيور بره يعني جونيور بره اجا ايه ما انا عارف انا بقول لك بس هو مش في الحاله الطبيعيه بتاعته أيوه. الماتش اللي فات ابتدى بالاثنين وللاسف ما كانوش موفقين يعني ما كانوش في الحاله الطبيعيه بتاعتهم يعني كهربا بيجيله فرص كتيره أيوه. كهربا في الاساس لعيب كويس ما فيش شك في كده يعني امكانياته الفنيه والمهاريه وعنده بيعرف يجيب جون خلي بالك بيخش كتير في القلب مع محمد شريف برضه مظبوط ولكن لازم يقف مع نفسه وقفه كبيره لانه دلوقتي في غيابات موجوده بسبب المنتخب الاولمبي وفي ناس مصابه فبتجيله الفرص كتيره لازم يستغلها افضل من كده يعني انا لما بكون غايب او مش بلعب كتير وعايز العب ونفسي العب مفروض بتستنى لو المدير الفني اداك 10 دقايق ربع ساعه تلت ساعه بتبقى يعني في قمه سعادتك ان حد ادالك الفرصه دي عشان تموت نفسك. ايوه كهربا لعب 3 او 4 ماتشات متتاليه بيبتدي فيهم وما زال رغم ان انا كلاعب بحبه يعني ولكن ما زال مش مستغل الفرصه اللي بتجيله فهو لازم النهارده يستغل الفرصة ديت في عدم وجود الناس الغايبة زي صلاح محسن زي طاهر زي الناس المصابة زي أجايه حالته مش طبيعية يعني مش حالة الكويسة بتاعت أجايه فعليه دور كبير قوي المدير الفني دلوقتي بيديله الدور بتاعه يعني انت احيانا كلنا مرنا بالمواقف دي لما بتكونش بتلعب بتبقى بتروح تقعد مع المدير الفني وتكلمه انا ما بلعبش ليه هيقول لك اسباب ممكن يكون حد فايق عنك المرحلة ديت ممكن انت تكون راجع من اصابة ايا كانت الاسباب أي. انت كلاعب بقى عليك دور ان لما المدير الفني ده يديك الفرصة انك تقاتل وتتشبث بالفرصة دي ان شاء الله 5 دقايق مش 3-4 ماتشات من البداية من بداية اللقاء فهو النهاردة كهربا مستر موسيماني بيديله الثقة انه يلعب وشايف فيه انه لعيب كويس بس هو كمان لازم يستغل الفرصه ديت صحيح ما يخلينيش انا اقترح
لا ما تقترحش خلاص انه انا عايز فيرو الثاني. لا ان شاء الله هيثبت يعني النهارده. أيوة ما يخلينيش انا اقترح ان انا عايز فيرو الثاني ان شاء الله يثبت النهارده. الحمد لله ان مش انت اللي تمسك الفرقه. ان هو جدير انا يا ريت امسك الفرقه. لا لا هو ان شاء الله ليه متاخر كابتن شريف. واحنا ليه متاخر اول تايم في هو في ان احنا كابتن شريف انت مش ماسك في السبورت. كابتن شريف النهارده ان شاء الله يثبت ان هو جدير بالثقه دي. نقولها بالبلدي يعني يخلينا ما نتكلمش. كابتن بلال رؤيتك لتشكيل نادي الاهلي قبل ما نتكلم عن فرقة أسوان. يعني تشكيل النادي الأهلي يمكن أنا من وجهة نظري حسين الشحات بقى له فترة كويس. الرانك بتاعه عالي الفترة اللي فاتت دي. مركز بشكل كبير جدا بيأدي بشكل جيد. واضح أنه يعني كابتن أسامة كان بيتكلم شو على كهربا وأنه لازم يعود ويرجع ويفكر كويس قوي. أنا بشوف أن الشحات الفترة اللي فاتت بيفكر كويس. يعني مركز مرعى بشكل كبير يعني تمام. وقريبا ممكن يدي ال 100% بتاعت حسين الشحات اللي احنا شفناها وقعدنا. حسين الشحات تغييره بالنسبه لي تغييره متوقعه يعني مكان جونر اجاي. كباتن وكابتن علي اتكلم على جونر اجاي وان هو برده لسه مش فات بنسبه 100% محتاج تدريبات محتاج شغل محتاج تركيز. رامي ربيعه طبعا محمد هاني مش موجود فرامي ربيعه مكانه. ياسر ابراهيم مكان بدر بنون للاجهاد. احنا كان واضح برضو احنا كلنا اتفقنا ان في واضح ان في اجهاد عند بدر بنون المباراه اللي فاتت. برضو خد بالك انت مباراه وبعدين بعدها بيومين مباراه تانية بتخلي برضو بعض اللعيبه تقع يعني فاهم قصدي. ده وضع طبيعي في كره القدم ان انت كل ما هتتولى الماتشات كل ما في لعيبه بالنسبه لك محتاجه تريحها شويه وعشان ترجع تاني. يعني انت برضو مش عايز تفقد لعيبه. ودي على فكره ميزه عند مستر موسيماني ان هو بيغير بسرعه تمام. وهو من النوع اللي ما بيحبش يجازف. يعني احنا كلنا في حته اللعيبه بالذات يعني تمام. يعني كارت اصفر لا هغير. أيوة حتى مزبوط. لو كان افضل لعيب بالنسبه لي مزبوط. لا اغيره تمام. لعيب مجهد اجهاد بسيط لا انت هتقعد وهتريح ولعيب تاني يلعب مكانك. ودي حاجه على فكره في كره القدم جيده ما تستناش لحد ما لعيب تفقده فتره طويله جدا مزبوط. زي ما حصل قبل كده وافتقدنا علي معلول يمكن 3 شهور او شهرين ونص وكانت مده كبيره بالنسبه لي. لعيبه النادي الاهلي امكانيات وقدرات جيده جدا يعني تشكيل جيد. عودة محمد شريف هو رأس الحربة الأساسي بالنسبة للنادي الأهلي في مباراة زي مباراة أسوان. أسوان برضو من الفرق اللي بتسيب مساحات شوية كابتن ما بتقفلش بشكل كبير. يعني مش زي البنك الأهلي مش زي الماتش اللي فات الانتاج الحربي بيلعب هو في 45 دقيقة ولما بيعمل استريتش للملعب بتفضل اللعيبة المدافعين في خط ال 18 وبيفرد 90 دقيقة في حالة الهجوم. لا دول لا بيدوك مساحات فيقدر يشتغل فيها محمد شريف بشكل كويس. ممكن يلاقي المساحه اللي يقدر يتحرك فيها. الماتشين اللي فاتوا ما كانتش موجوده المساحات دي عشان كان في تقفيل بشكل كويس من الفرقتين. كهربا عليه النهارده انه يشتغل كويس مع قفشه. قفشه النهارده لازم نستغله برده قفشه الماتش اللي فات والماتش اللي قبليه برده في برده حاله من الاجهاد شويه. وده على فكره وضع طبيعي وحاله من التشبع واتكلمنا عليها المباراه اللي فاتت ان انت لما بتوصل للقمه خلاص بيحصل لك غصب عنك حاله من التشبع. مهما كان المدير الفني بيديك حوافز انت كلاعب اصبح عندك حاله من التشبع فبتقعد معاك فتره طويله. اتمنى ما تستمرش مع فرقه مع لعيبه النادي الاهلي. واتمنى اللعيبه كمان تجدد حوافزها بنفسها والدافع اللي موجوده عندها. تشكيل النادي الاهلي جيد. المباراه تكاد تكون المفترض يعني ورقيا واحنا بنشرح المفترض تكون مباراه سهله على فرقه النادي الاهلي لكن قتاليا في الملعب هتبقى صعبه. هيحسم الامر انك تتساوى في الروح القتاليه مع فرقه اسوان. لو تساوت لعيبه النادي الاهلي في الروح القتاليه مع اسوان الاهلي هيبقى في حته ثانيه لان امكانياته والقدرات الفنيه عندك اعلى بكتير صالح النادي الاهلي. طب طيب كابتن شريف بدايه المباراه احنا دايما بنتكلم على نقطه مهمه جدا ان احيانا في الماتشات اللي بنجد فيها صعوبه في الفوز بنفتقد بدايه المباراه. مستر موسيماني يعمل النهارده ايه في بدايه المباراه؟ مفيش اي حاجه. اللعيبه تبقى في حالتها الطبيعيه. تحركات اللعيبه البعض قفشه لما يمسك الكوره يلاقي فيه سويتشات بتحصل قدامه يلاقي فيه كذا واحد بيطلب الكوره. انما طول ما احنا بنقف مستنيين امتى هيتحرك حسين الشحات والبطء اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عنه ده كله والحاله اللي هي بنخش المباراه بطء بناخد لنا 10 دقائق اما قبل ما نطلع انيابنا وبقال ما الاطراف بتشتغل اما قبل ما العرضيات بتجي لك كوره او اتنين في اول الماتش ما بتستغلهاش ما بتعرفش فيها اهداف فده اللي بيأخرك. فلازم كل لعيب بيتحرك في الملعب للعيب اللي معاه الكوره. ايوه بالضغط على الفرقه زي اسوان او على اي فرقه طول ما انت في شمال افريقيا كنت بتضغط كان بيسيبوا لك الكوره. هو ده اللي كان عامل لك حاله التميز. عندما بتضغط على اي حد ولعيبتك تبقى واقفه على رجليها وبيجروا ومركزين عايزين يخلصوا الماتش عمليه سهله جدا يعني ما عندناش مشكله خالص. انما لعيبه
متاخره في التحرك، متاخره في استلام الكوره، متاخره في في التفكير في التنفيذ. اذا دي لعيبه مش قادره، مش مركزه، تعبانه. انما طول ما انت واقف في اول ماتش عندك قوتك كلها في اول ماتش، تلت ساعه ربع ساعه تقدر تخلص فيها اي ماتش انت عايزه بكل الخطوط بتاعتك، ويبقى فيه تخلي اللعيب اللي معاه كوره عنده ثقه. يعني ان انا اعمل كوره بالعرض من زي اللي جبناها الجول الثالث دي في المباراه اللي فاتت، يعني ده راجل بيلعب كوره بالعرض اللي هي السليمه، يلا انتوا وروني هتعملوا ايه. يعني بيعمل اللي عليه، لازم انت كمان تبقى بتعمل عليك في الناحيه الثانيه. انت مركز، دي شغلتك. انا شغلتي راس حربه النهارده، اخلص واترجم جميع الكور اللي بتجي لي عندي قدامي. انا شغلتي اعمل عرضيات، كل واحد يعمل اللي عليه ماليه وما عليا. فهي في الحاله دي انت تقدر تجيب جون واثنين وثلاثه باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، اسوان على الورق بيلعب 4-2-3-1 زي مالك كابتن احمد بلال، هما بيسيبوا لك مساحات كتير جدا في الملعب، ولكن عندهم بعض نقاط القوه زي مثلا عمرو الحلواني من ناحيه الشمال، زي مثلا احمد الالفي، زي اشرف مجدي واحمد خالد، دي نقاط قوه. هيتعامل معاها ازاي مستر موسيماني، وهيتعامل ازاي مع المساحات الكبيره قوي الشاسعه اللي في دفاعات اسوان؟ مبدئيا بس اولا المساحات اللي تبقى موجوده في فريق اسوان لازم استغلها استغلال صح. كويس قوي. استغلها ازاي استغلال صح؟ لازم كل لعبه يا ايمن لازم يبقى قدام، لازم حركه من غير كوره كتير جدا جدا. هو ده اللي ما الثغره موجوده، بس الثغره موجوده وانت ما بتتحركش وبتظهر الثغره دي فانت ملهاش اي لازمه خالص. يعني الماتشين اللي فاتوا الثغرات موجوده لكن التحرك في الثغرات مش موجود. أي. التمرير اللي كان فيه بطء اللي كان بيتكلم عليه كابتن شريف مش موجود. اللي بيظهر اي خطا عندك يا ايمن حاجتين في كره القدم، تمرير بسرعه والتحرك من غير كره في الثغره نفسها. هو ده اللي هو ده اللي بيقول الفرقه دي عندها مشاكل. انما المشاكل موجوده وانت تحضيرك بطيء ما بيظهرش حاجه، بالعكس انت تخلص تتكتل عادي جدا، لكن لازم الحاجات دي تستغل وتستغل بسرعه جدا قبل مرور الوقت باذن الله. لكن فريق اسوان هيسيب لك هيسيب نص الملعب ما بيعملش ضغط غير في اخر مثلا 30 او 25 يارده بس. صحيح. كابتن اسامه، يمكن اكتر الناس اللي متابعه لفرقه اسوان، فرقه اسوان تلعب ازاي النهارده من بدايه المباراه؟ اعتقد هيلعبوا تلتين ملعب، وممكن احيانا النادي الاهلي بالضغط بتاعه يجبره من ينزلوا حتى تحت نص ملعبهم، يعني تحت الدائره بتاعتهم. هم بيعتمدوا على سرعات الصغيري والالفي من الجنبين من الجناحين واحمد خالد قدام والضربات الثابته صحيح عمرو حلواني. لكن هيفضل مقفل في نص ملعبه، هيفضل في نص ملعبه يضيق المساحات على لعيبه النادي الاهلي، لانه عارف النادي الاهلي بيلعب على الدوري العام، النادي الاهلي خبرات اكبر. ولذلك حتى هم مفتقدين النهارده احمد سالم صافي في الظهير الايمن، انا مش عارف هيلعب صامويل منساه فعلا هو اللي ناحيه اليمين، مش اساسا هو راجل مدافع وسط ملعب مدافع اساسا بالظبط، لكن انا شايف انه هيتمركزوا في ال 30 متر الاخيره وهيعتمدوا على انطلاقات احمد الالفي واحمد الصغيري والضربات الثابته من عمرو الحلواني لما بيطلع بقى شبانه لما بيطلع على العشري. يعني هيهتم بالشق الدفاعي على حساب الشق الهجوم ويلعب على هجمات مرتده. كابتن بلال، سيناريو سريع لاحداث الشوط الاول. طبيعه النادي الاهلي، النادي الاهلي المفترض ان هو بيمتلك البدايات دايما، استحواذ بشكل جيد، استحواذ النادي الاهلي بطبيعته بيبقى استحواذ ايجابي، اللعب بشكل جيد على اطراف الملعب، لان دايما انت الفرقه الصغيره بتتكتل في قلب الملعب بتسيب بتديك يعني افضليه على الاطراف الملعب. لو اشتغلت بشكل كويس زي ما عملت مع الانتاج واشتغلت واعتمدت على الكرات العرضيه ممكن تسجل اهداف. مطلوب النهارده الضغط من بدري قوي، يعني تضغط على فرقه اسوان من بدري قوي عشان تخليهم تحطهم زي ما قال الكابتن اسامه من شويه، تخليهم دايما في نص ملعبه عشان تقدر تخلق فرص سريعه. ما تديش فرص لاسوان ان هو يبتدي يلعب واحده والثانيه ويبتدي يلعب هجمه مرتده ويعتمد على الاثنين الموجودين ونخش في الحته بتاعه الانتاج الحربي، انك انت خلاص تبقى عندك انت المساحات مفتوحه وهو يبتدي يشتغل عليك. لازم تضغط ككتله واحده، تسجيل الاهداف واستغلال الفرص مهم جدا جدا طبعا. جدا النهارده احنا المباراه اللي فاتت والمباراه اللي قبلها بنسجل هدف ونريح صح. لا، مطلوب انك تسجل هدف والتاني عشان تقتل الماتش. مهم صحيح. جدا مع الفرق الصغيره دايما بالذات انك تقتل الماتش، لان بيبقى عندهم تشبث كبير جدا للدقيقه 90 صحيح. فمطالب من لعيبه النادي الاهلي النهارده استغلال كل الفرص اللي هتتاح النهارده ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن شريف، هنشوف اهداف مبكره ان شاء الله النهارده 3-0 ان شاء الله. 3-0 الشوط الاول ولا الماتش كله؟ الماتش كله. الماتش كله. كابتن علاء، يعني شوف اهداف مبكره برضه 3-0؟ لا، مبكره. كابتن اسامه، اعتقد ان شاء الله هنشوف اهداف مبكره باذن الله للنادي الاهلي ان شاء الله. باذن الله.
لا ما انت انا من اسوان انا من اسوان اه انت لازم تحدد انت اسوان سنة بس يعني كابتن بلال ان شاء الله في اهداف مبكره للنادي الاهلي باذن الله رب العالمين. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظرونا.